لقد كنت أحتبس هذا. كانت الأمور على وشك أن تصبح فوضوية. أوه، لقد حدث تناثر بسيط، لكني أعرف كيف أوقف ذلك. سأحتاج إلى قطعة من المناديل، سأضعه أسفل المرحاض. لا مزيد من التناثر ولا مؤخرة مبللة. مثالية، هذا أفضل بكثير. كل ما تبقى هو الأرضية. ماذا؟ هذا شعر كثير، هذا مقزز للغاية، سأتقيأ. هذه التبديلة الجديدة لذيذة. كيف وصل كل ذلك إلى هنا؟ لم أعد جائعة. مهلاً، لا يمكن أن يحدث هذا. كيف يمكن أن يكون هناك مزيد من الشعر؟ وكأنني أعيش مع وحش يطرح شعره. هل سينتهي ذلك؟ إنه يأتي من هنا. غرفة آني، سأكتشف سبب هذا. مشكلة الشعر هذه على وشك أن تنتهي. آني، ماذا؟ قولي إن الأمر ليس كذلك. إنها ابنتي آني، آلة طرح الشعر التي لا تكف عن العمل. آني، إنك تتركين شعرك في كل مكان. رأيتي؟ أمي، هل فقدت عقلك؟ كلا، أنت من فقدت عقلك. هذا شعرك أنت، لقد علق في الفرشاة. كيف يفترض بي إخراجه؟ هتعرفين؟ أعتقد أن بإمكاني التفكير في حل. هل هذا مشط؟ استخدميه لجمع الشعر، إنه يخرج بسهولة. رأيتي يا عزيزتي؟ يا للروعة، لا يمكنني أن أصدق أن هذا قد نجح. لا تنسين شيئاً، هذا يغير كل شيء. لهذا يطلقون علي الأم الخارقة. يكفي ذلك، سأعود بعد قليل. واو، طلاء شفاء أحمر. كيف يبدو ذلك علي؟ أشعر بأنني ناضجة للغاية. أتريدين فاكهة؟ أمي، طلاء شفائنا متطابق. هذا يجعلني سعيدة جدا. إلى قهوة ثقيلة. من أين أتيت؟ صباح الخير يا أبي. أهلا، أريد تناول الإفطار. حسنا، سأحضره حالا. حليب. هذا ممتع، تتحرك للأمام والخلف. توقفي، أعتقد أن عليك تجنب فعل ذلك. تفضلي حبوب الإفطار واهدئي. لا تتأرجحي بالكرسي، قد تعرضين نفسك للأذى. تناولي طعامك الآن. سأسكب الحليب. يامي، تناوليه كله. شكرا أبي، كم هي لطيفة. أحب رقائق الإفطار والتأرجح بالكرسي أيضا. ماذا قلت؟ لا شيء. لا تتأرجح بالكرسي، عليك توقف. يكفي، طفح الكيل. انظري لكل هذه الفوضى. أوبس، لن أسمح بالمزيد من السخافات وسأنظف المكان. أين ذهبت؟ لقد كانت هنا. مرحباً، مهلاً. مرحباً يا أبي، يجب أن أوقف هذا. لحظة، خطرت لي فكرة بهذه الخطافات. كان علي التفكير بهذا من قبل. سأضع قطعا من الشريط اللاصق أسفل أرجل الكرسي، وسأضع فوقها أكواب الشفط. والآن سأقلب الكرسي. تناولي إفطارك. ها؟ لماذا لا يتحرك الكرسي؟ لن يتحرك أبدا. حسنا، سأتناول الطعام. أوه، أكره القهوة. أحب شوكولاتة الدهن، إنها شهية. تريد القليل أيضا؟ تفضل. تينا، ماذا تفعلين؟ أو
أهلا عمي، لقد حان وقت النوم لكنني لا أشعر بالنعاس. لا جدال، كفى، اذهبي ونظفي نفسك. يلا من شيء غريب. أوبس، أعتقد أنني أستحق هذا. سأذهب للتحقق من تينا. سننهي هذا الأمر، أنا لست متسخة جدا. انظروا إلى كل هذه الشوكولاتة. تينا، ما هيا، يجب أن تنظفي نفسك. سنبدأ بأسنانك. حسنا، يمكنني فعل ذلك، ستكون مهمة سهلة والقليل أيضا. هذا كافا، سيكون بنكهة النعناع. إنها تنظف أسنانها على الأقل. مهلا، تينا توقفي، هذا رائع، انظري إلى المعجون، أنا لا أسأم من هذا أبدا. خذي هذا. بيو بيو، أحب تنظيف أسناني. توقفي، لا تفعلي ذلك. لماذا تنظرين إلي هكذا؟ ضعي معجون الأسنان. لا تينا، يجب أن أتفاداها. أو لا، لا يمكنك ذلك، يجب أن تكوني بارعة أكثر. لقد أصبتني. ربما كان ذلك خطأ، أو سأنظف أسناني. هذا أفضل بكثير. لدي فكرة، ربما يساعدني هذا الفتى الصغير. ما هذا؟ سأضعه هنا ثم أضع معجون الأسنان في الأعلى. راقبي هذا. أشعر بالحيرة، سأضع معجون الأسنان في فمه وسيخرج المقدار المناسب من المعجون. أترين؟ هذا سهل جدا. يشبه هذا العيش في المستقبل، أريد تجربته. حسنا، لقد نجحت. أحسنتي صنعا. انظري يا أمي، أنا أنظف أسناني. هذه هي ابنتي. على الغداء اتفقنا، أراك قريبا إلى اللقاء. أين حقيبتي؟ سأثبت لافتة هنا. أنا جاهزة لاستقبال الزبائن. لدي عميلة. مرحبا يا أمي. ماذا؟ مرحبا يا كلوي. أهلا بك في متجري، هل رأيت شيئا أعجبك؟ ليس لدي وقت لهذا. تريدين 34 دولارا مقابل تلك اللعبة؟ لا لا بأس، لدي الكثير من السلع الأخرى. ماذا لديك هذه المرة؟ طائر فلامينغو، إنه لطيف. هذا مغرين، ولكن لا شكرا عزيزتي، أحاول العثور على حقيبتي. لدي الحقيبة المناسبة، لقد وصلت لي اليوم. هذه حقيبة يدي، مرريها لي. ليس بالمجال، ليس لدي أي نقود. لن تحصلي علي في هذه الحالة، أريد مالاً. ولكن حسناً، سأجاريكي، انتظري عندك. أحتاج شيئا من الحقيبة فحسب. كم هي لامعة. لكن لا يا أمي، لا أقبل سوى النقد. أنا في عجلة من أمر يا كلوي، ماذا يمكنني أن أفعل؟ مهلاً، خاطرت لي فكرة. نعم، أظن أنها ستنجح. سأحتاج لهذين القفازين وهذا الصندوق، وسأعود على الفور. سأبدأ بقص الصندوق إلى عدة أقسام، وسأحتاج إلى مسدس الغراء أيضاً. سأضع خطاً رفيعاً من الغراء لطول هذه القطعة، هذه كمية كافية. وبعدها سأثبت القطعة فوق المستطيل الكبير، سأضغط عليها لأسفل لأتأكد من التصاقها، ثم أكرر العملية نفسها مع بقية القطع، وستحتوي القطعة الطرفية على فتحات صغيرة داخلها. بعدها سأحتاج إلى شريط ورقي، سألفه حول نفسه، أريده أن يكون ثابتاً ومحكماً، وسأترك جزءاً صغيراً دون لفه حتى أمرره داخل واحدة من الفتحتين. يبدو هذا جيداً. سأضع الغراء بطول حافة قطعة الورق المقوى المربعة. يساعدني أنني أرتدي هذين القفازين. سأثبت هذه القطعة على الصندوق، وهي أصغر منه قليلاً، لكن هذا الحجم هو جزء من الخطة. حان وقت القطعة الأخيرة. سأضع الغراء على ثلاثة من جوانبها فحسب، وسأثبتها بزاوية مائلة. أنا راضية عن هذه النتيجة. حان وقت تزيين الآن. سأضع الغراء على كل الحواف، ثم أغطي الصندوق بورق أسود اللون. لا أريد أي تجاعيد. وسأترك جزءا إضافيا صغيرا لتغطية القطعة الخلفية، وبعدها سأضيف الورق المقوى الأبيض، وبهذا سأحصل على شاشة العرض ولوحة الأزرار. سأترك مسافات متساوية بين الأرقام، وأحتاج الآن إلى بطاقة ائتمان. فيو، لقد تم قبولها، وستخرج الفاتورة من الأعلى. أتمنى أن تعجب كلوي، لنكتشف ذلك. أحم، هل تقبلين البطاقات الآن؟ واو، كم هذا رائع. يحتاج كل متجر إلى آلة للدفع بالبطاقات. لقد بدأت تجارتي تتوسع. أيمكنني شراء الحقيبة الآن؟ ماذا؟ بالطبع، كنت أمل أن تقولي ذلك. سأضع البطاقة هنا، ثم أضغط لإتمام الشراء. سررت بالتعامل معك، تفضلي. أخيرا، يمكنني الخروج الآن. ما هذا؟ كيف الجو حار جدا، أشعر وكأنني أذوب.
مهلا لحظة، لقد نسيت المروحة، ستحسن الوضع. علي الزحف إليها. أحسنت عملا يا ماسيو، لقد وصلت. لننتعش الآن بالهواء البارد. أوه نعم، ماذا؟ إنه هواء ساخن، يزيد هذا الأمر سوءا. أطفئها. الآن ماذا سنفعل؟ أعتقد أن هذه هي طبيعة حياتنا الآن. مهلا، أعطيني هذا. مهلا، هذا لي. تصحيح، كان لك. ماذا؟ كيف؟ حسنا، كان ذلك مخيبا للآمال. لقد أذبت ثلجي، كنت أحتفظ به لوقت لاحق. لكن لا يهم. واو، انظروا إلى ذلك. هل هذه حقيقة؟ أين كنت طوال حياتي؟ هذا ما أحتاج له بالضبط. هذا أفضل. ماثيو، ما الذي يحدث؟ ماثيو، هل أنت بالداخل؟ لقد جن أخيرا. ماذا تفعل؟ هل تودين الانضمام إلي؟ لا بأس. واو، ما هذا؟ مثلجات، إنها تبدو لذيذة جدا، أنا أريدها. ماذا؟ أنت لي وحدي. ابتعد يا ماثيو. ماذا؟ أين أنا؟ إنها قصة طويلة. هذا شهي جدا. مهلا، لدي فكرة. ها؟ هيا، لدي عمل لننجزه. أولا نحتاج إلى صندوق كرتون كبير. سأصنع قطعا في أحد الأغطية، أريد إزالة قطعة على شكل مستطيل، يبدو هذا الحجم مناسبا. سألصقه تحت الفتحة، سأفعل شيء نفسه فوقها. الآن قطعت شريطا إلى عدة أجزاء، سأعلقه على قطعة الكرتون العلوية، وسأقص فتحة في أعلى الصندوق. يجب أن تكون كبيرة نوعا ما، هكذا تماما. يمكنني أن أنزعها الآن. سأضع مكعبات الثلج في الصندوق. حان دورك يا ماندي. سأضع المروحة فوق الفتحة، أعتقد أنها جاهزة، لنشغلها. اسمحي لي، ستنفخ المروحة الهواء على مكعبات الثلج، وسيخرج الهواء البارد من الفتحة. أوه نعم، ها هو الهواء البارد. إنه مثالي، يمكنني أن أعتدى على هذا. يا لها من فكرة رائعة. ها هو البط آدم. سبلاش. مرحبا يا عزيزتي، هل أنت بخير؟ في أروع حال يا أمي، وقت الاستحمام ممتع جدا، أليس هذا صحيحا يا رفاق؟ ماذا تفعلين يا بطتي؟ حان وقت الغطس إلى الأعماق. أنا سباحة ماهرة، ربما علي أن أكون قرصانة. آي آي كابتن. أتساءل ما مدق هذا. حسناً، كانت هذه فكرة سيئة. أين أنت يا بطتي؟ هذا أفضل شيء. أوهو، ها؟ أوه، هذا مقزز، رائحتي كريهة. أعتقد أن علي غسل جسدي، أعتقد أن ذلك هو الغرض من قطعة الصابون، إنها زلقة للغاية. أوبس، أين ذهبت؟ علي العثور عليها. أوه، حوض الاستحمام هذا عميق جدا. من حسن حظي أن بإمكاني حبس أنفاسي لفترة، لابد أنها هنا في مكان ما. أرى الكثير من الصدف الجميل فحسب، لا أرى قطعة الصابون. هل هي بالأسفل هنا؟ كلا. ماذا عن هذه الصدفة؟ أها، وجدتها. تعتقدين أن بإمكانك الاختباء، أليس كذلك؟ من الأفضل أن أعود إلى السطح. كنت أعلم أنني سأنجح. بحقك، هل تمازحينني؟ أمي، ما سبب كل هذه الضوضاء؟ لقد أسقطت قطعة الصابون. لا حاجة إلى الاستياء، دعيني أريك شيئا. لا نحتاج إلى حامل الصابون هذا، سيذهب للسباحة. وماذا سيفعل هذا؟ لقد وجدت قطعة الصابون، كان هذا مذهلا. لا أصدق هذا، شكرا يا أمي. ربما علي أن أستحم فحسب. مرحبا يا أمي. مرحبا يا عزيزتي. لا تهتمي لأمري، إنني أهتم بشؤوني الخاصة، علي اتخاذ وضعية مريحة. هذا أفضل. ماذا أكلتي؟ مرحبا، هذا أسوأ ما شممته، أحتاج إلى الهواء العليل. كيف حالك يا أمي؟ هل تقرأين شيئا مثيرا للاهتمام؟ ماذا تفعلين؟ إنه أمر واضح. سأتقيأ. إنه أمر طبيعي تماما. مهلاً، هذه رائحة كريهة فعلا، لكنك ستعتادين عليها. عليك التوقف عن هذا، لا يمكنك التبرز أينما شئت. أنا متأكدة أن بإمكاني ذلك، هل ترين؟ أنا أحاول التركيز. لا لا لا،
تساعد لعبة الفقاعات هذه على قضاء الوقت. يكفي هذا، أعتقد أن الوقت قد حان، عليك استخدام المرحاض. أوه كلا، إنه مقزز. هذه ليست بمناقشة، لابد من وجود شيء يمكنني فعله. أعتقد أن لدي فكرة، هذه هي حل كل مشكلاتي. سأزيل الفقاعات من اللعبة وسألصقها على مقعد المرحاض. هكذا تماماً، إنها تبدو ملونة وزاهية. سأوصل عدة ألعاب فقاعات حول قاعدة المرحاض، ستشكل أرضية جميلة وطرية. أعتقد أنه جاهز لويندي، سيكون مريحاً ودافئاً. هكذا انتهى. يا ويندي، انظري إلى هذا. ما الأمر؟ واو، هذا مذهل. هل فعلتِ هذا؟ هل يمكنني فقعها؟ أوه أجل، يعطي هذا شعوراً جيداً. حسناً، لقد أقنعتني، هذا أفضل مرحاض على الإطلاق. شكراً يا عمي، ولا أحتاج إلى هذه بعد الآن، ولا أحتاج إلى شم برازك. صبح نظيفاً. مرحباً أمي. أوه، مشروب غازي لذيذة. ما هذه الآثار التي تعلو وجهك؟ أي آثار؟ لا شيء، ابقى هنا، سأستخدم هذه الضمادة. هذا غير مؤلم. أمي توقفي. أمي هل أنت جادة؟ وجدتها. سأضع ضمادة على سطح مستوى، ثم أرسم عليها. سأجعلها بشكل ممتع قدر الإمكان. والآن سأضيف بعض الألوان. هذا ألبوم جميل. كدت أنتهي. لا مزيد من الضمادات الرتيبة. واو، ما أجملها. سأضعها فوراً. رائع، أحببتها فعلا. كيف أبدو؟ واو جميلة. شكرا أمي، أنت رائعة. لا شيء يضاهي التنظيف جيدا، أكره أن يكون المنزل مغبرا. نظافة المنزل تعني صفاء الذهن. أها، أخيرا عثرت عليها. أوبس. ماذا لك؟ مرحبا يا أمي، هل يمكنك أن تقرأي لي قصة؟ أنا آسفة يا عزيزي، أنا مشغولة الآن. أوه، لكنني أحب هذا الكتاب حقا. انظروا إلى هذا، إنه فوضوي جدا. أمي، ماما، أمي، انظري إلى ما لدي. على أمك التنظيف يا دافيد، لكن ذلك ممل. لطالما كنت مسلية. التنظيف مسلا، عليك تجربته. ستلمع الأرض قريبا. سأسلي نفسي بنفسي فحسب بهذه السيارة المدهشة. لا تعلم أمي مطلقا ما سيحدث. ما هذه الضجة؟ كل شيء جاهز، ها أنا ذا. هذا غريب جدا، ستكتشفين بعد قليل. انطلقي انطلقي انطلقي. يا للهول، ممسحتي الجميلة لقد كسرت. تعال إلى هنا حالاً. هل علي ذلك؟ حسناً، أنا آسف يا أمي. كيف يفترض بي التنظيف الآن؟ مهلاً، راودتني فكرة، دعني أرى تلك. ستستعيدها لاحقاً. أعتقد أنني أعرف كيف سأنظف الأرضية. لقد ثبت رأس الممسحة في السيارة، دعنا نجربها، ستحتاج إلى هذا. واو حقاً؟ مدهش. هكذا، لا تفوت أي بقعة. نظف هناك يا دافيد. كنت محقة، التنظيف ممتع. هذا هو فتاي الصالح. هل يمكنني فعل ذلك كل يوم؟ بالتأكيد، أنت موهوب بالفطرة. شكرا لك يا أمي. لقد وصلنا أخيرا إلى بيتنا الجديد. هناك شباك عناكب كثيرة، آمل ألا تكون هناك عناكب. لنبدأ بترتيب هذا المكان. فكرة جيدة. هذا مقزز. كان ذلك صعبا، لكن المكان بدأ يبدو جيدا. لننظف الغرفة الأخرى، تبدو كخطة جيدة بالنسبة لي.
أوه، كان بإمكانهم دفق ماء المرحاض. هذا مقزز. من الذي كان يعيش هنا؟ لا تقترف لذلك. من الذي سينظف المرحاض؟ كلا، مستحيل. خذها يا دافيد. حسناً، إن كنت مصرة على هذا أراك لاحقاً. هذا غير عادل. حان الوقت لأواجه مخاوفي. يمكنني فعل ذلك، إنه مجرد بول. أولاً علي تغطية نفسي جيداً، فلا أود أن يتناثر علي أي رداد. لن أرحمك. أوه، رائحة سيئة جداً. أهلاً قليلاً، لدي فكرة أفضل. سأضع ورق المرحاض في أنحاء قاعدة المرحاض من الداخل. هكذا تماماً. والآن أحتاج إلى الخل وهذه الزجاجة. سأصب الخل في الزجاجة ثم أثبت الغطاء. سأرش الخل على ورق المرحاض. علي تبليل ورق المرحاض بأكمله. ما يمكنني دفع ماء المرحاض. انظروا إلى ذلك، لا أثر لبقع البول. كنت أعلم أن بإمكانك فعلها. يمكنك أخذ هذا، ستحتاج إليها لتنظيف الحوض. لكن هل يمكننا التحدث عن هذا؟ أحب شعرك أكثر عزيزتي. انظري ماذا أحضرت لك، أقلام تحديد جديدة لك وحدك. مرحة. شكراً أمي، أحب أقلام التحديد. هاو، لون أنا أخضر. سأبدأ بهذا أولاً. أنا بارعة جداً في الرسم، يجب أن أفوز بجائزة. سأستخدم كل الألوان الآن. هاو، إنها مثل قوس قزح. أحب قوس قزح. مرحة. أزرق، ويمكنني تهجئة اسمي بالأحمر. أوه، لماذا يوجد أغطية كثيرة؟ لا أريدها. لا لا لا، سأنزع كل الأغطية. لماذا لا يعمل هذا القلم؟ أمي أمي أمي، انظري، أقلام التحديد لا تعمل، أصلحيها. ماذا؟ لكنها جديدة تماماً، لقد اشتريتها للتو. دعيني أرى ماذا يحدث مع أقلام التحديد هذا؟ حسناً، تعالي معي، سأرى ما يمكنني فعله. انظري، هل ترين؟ كل الأقلام لا تعمل. أوه، فهمت، لقد أزلت كل الأغطية من دون وضع الأغطية على الأقلام، أصبحت كلها جافة. تحتاجين إلى وضع الأغطية حين لا تستخدمين القلم. أوه، حسناً، سأضع الأغطية. لنرى أين الأغطية الأخرى؟ إيفا، أين وضعتها؟ ها هو واحد، وجدت واحداً آخر أيضاً. إنها في كل مكان، كيف يمكن لفتاة واحدة صغيرة أن تسبب كل هذه الفوضى؟ ليت كان هناك طريقة لجعلها أكثر تنظيماً. هو شريط اللاصق، هذا يعطيني فكرة رائعة. سأبدأ بقطعة جيدة من الشريط اللاصق، ثم سأحتاج إلى أقلام التحديد بالطابعة. سأصفها على الشريط اللاصق، والآن يمكنني طي بقية الشريط عليها. سينجح هذا تماماً. حسناً يا عزيزتي، انظري إلى هذا، والآن لن تفقدي الأغطية مجدداً أبداً. حسناً، تفضلي. مرحة، انظري، أقلام التحديد تعمل مجدداً. لقد رسمت زهرة أرجوانية وقلباً أخضر. أوه، أنت فنانة صغيرة جداً. أتينا أبي جابي في غيابنا. ألاتنا أبي جابي بالطبع، ولا ترتكب أي حماقات. هذا مذهل. هذا سريع جداً. مهلاً، سأجيب على الهاتف. أوه، توقفي يا جابي، سوف أتقيأ. هذا أفضل يوم في حياتي. أنا مرهق جداً. هذا ممل، استمتعت أكثر باللعب مع أليكس. وأخيراً يمكنني الاسترخاء، هذا أفضل بكثير. الرسومات التي تغطي جسمه رائعة، ليتني أستطيع الحصول على وشوم مثلها، لكنني لا أملك المال. مهلاً، لقد وجدتها، هذا ما أحتاج إليه بالضبط. والآن حان وقت الجزء الممتع، ولم أشعر بأي ألم. إنها جميلة بالفعل، أبدو بمظهر مذهل. هاي أليكس، انظر إلى هذا. ها؟ ما هذا؟ إنه رائع، أليس كذلك؟ أنا أشبهك الآن، أشعر بسعادة غامرة. نحن شركاء في رسومات الجسد، لم أشعر بهذه الحيوية من قبل. هذا مذهل. لقد عاد والدانا، لقد أتيا مبكرا. أو لا، يجب أن نزيل هذه الرسومات. لكنني وضعتها للتو. لا يمكن أن أسمح لهما برؤيتك هكذا، يجب أن أحل هذه المشكلة وبسرعة. لا تتحركي، سأضع شريط اللاصق فوق الوشوم المزيفة ثم أنزعه بحذر. لا يا أليكس، أرجوك لا تفعل ذلك. انظري، أزلت الوشم، ولسنا بحاجة إلى فركه. إنها طريقة سريعة وسهلة، وهي فعالة أيضا. هذا يدغدغ قليلاً. سأزيل الآن الوشم الأخير، لقد انتهينا في الوقت المناسب. أوف، كم هذا مريح. لكن كانت تعجبني تلك الوشوم. هذا ليس عدلاً. يا له من يوم. أوه، مرحباً يا أطفال.
مهلا، ما الذي حدث لوشومك؟ أوه حسناً، سأطلعك على سر، إنها لم تكن حقيقية. هذا سخيف، يبدو أنكما قضيتما وقتاً ممتعاً. أكره كوني مريضة. صغيري المسكين، حرارتك مرتفعة. هذا ليس جيداً، علينا أن نعالجك. حان وقت الأم الممرضة. ما هذا؟ أمزح، أحتاج إلى هذا. قليل من المزاح، هذا ما نحتاج إليه. لكني لا أحبه، إنه مقزز. ولكنك تحتاجه لتتحسن، افتح فمك. كلا، مقزز. أمي، لا أريده. حسناً، انظري يا أمي، أريد الصودا. أظنني أعرف كيف أجعله يأخذ الدواء. ابدأ بعبوة صودا فارغة وافتحها من المنتصف. ضع شراب السعال فيها، ثم اطوي العلبة مجدداً. وضع قشة في شراب السعال. أحضرت لك الصودا يا عزيزي، احتسيها كلها. شكراً يا عمي. أحسنت يا صغيري، طعمها مختلف لكني أحببتها. بوم بوم. الغرفة تعمها الفوضى. مرحباً يا أمي، أعرف. علي الخروج، ولكني أريد هذه الغرفة نظيفة عندما أعود. لكن حسناً، هذا أكبر برج في العالم. كلا، عادت أمي، علي أن أتصرف وسريعاً. ستكون المكنسة مفيدة. جورب، انتظر، قد ينجح هذا. سأضع الجورب على خرطوم المكنسة، ثم سأشفط كل المكعبات، وهذا يعني أني سأجمعهما سريعاً ولن أفقدها. وما علي الآن سوى نزع الجورب. عجباً، إنها كثيرة، علي إخفاء هذا. يا له من عمل جيد. ماذا؟ هذا أجل، تستحق مكافأة. شكراً. من أين سأبدأ؟ الأخضر هو أفضل لون لتحقيق السكينة، وهذا ممتاز لعيني. جميل جداً، رائع. لن يفي هذا بالغرض، أنا بحاجة إلى لوحة بيضاء، ربما اللون الأزرق أفضل. أجل، يبدو أجمل فعلاً. هذا ما أريده بالضبط. لما لا يمكنني رسم هذا الشيء؟ أضعت الكثير من اللوحات البيضاء. سأرسم بحرفية الآن. سأرسم وفقا للمدرسة الواقعية هذه المرة. بثبات. خذلتني يداي مجدداً. أنا لا أصلح لأكون فناناً. لماذا يحدث هذا معي؟ لماذا؟ أوه يا إلهي، لماذا؟ يا له من يوم، حتى شعري يخونني. مهلا، الإجابة في جيبي فعلا. سنضع أولا أشرطة من الشريط اللاصق لنحصل على مثلث، ثم يحين وقت التلوين. سأضع هذه النقاط بهذا الشكل. يمكنك اختيار الألوان التي تريدها. احرص فقط على أن تكون داخل حدود الشريط. هذا طلاء سميك. والآن حل وقت الجزء الأكثر روعة. سأستخدم المشط للحصول على تأثير متعرج بتمريره فوق الطلاء. لا بأس لو وصل الطلاء إلى الشريط. سأملأ المساحة البيضاء المتبقية. أجل، سأستخدم قطرات كبيرة. قد يستغرق الجزء السفلي فترة أطول، إذ هناك مساحة أكبر لملئها، لكن لا تقلق، تستحق النتيجة هذا العناء. والآن سأزيل الشريط اللاصق. انظر لهذا الخط النظيف، وخطان آخران،
وحصلنا على مثلث ملون وجميل. كل ما علي فعله الآن هو إبداء الإعجاب بتحفتي الفنية. أعتقد أني فنان حقيقي. يا له من حمام رائع، لقد منحني الشعور بالاسترخاء. أوبس، لحسن الحظ أنني لوحدي في المنزل، وإلا سيكون موقفاً محرجاً. مرحباً، سيكون سراً بيننا. يجب أن أذهب، حان وقت الاستعداد. لا، ليس مجدداً. إنه ليس هناك، لم يرني أحد. لا أعتقد ذلك. مرحباً يا تينا. مرحباً. إذن هل نواصل اجتماعنا؟ هذا الاجتماع مسجل، أليس كذلك؟ لابد أن هناك شيء يمكنني فعله. سأبدأ بلف حافة من شفا، والآن أنا بحاجة إلى إبرة وخيط. سأخيط الحافة بالكامل وأصنع درزة. سأوصل الخياطة حتى أصل إلى الطرف الآخر. والآن أنا بحاجة إلى رباط مطاطي ودبوس أمان. سأخيط الرباط بالدرزة الجديدة. سأدفعه حتى أصل إلى الجانب الآخر. سأحضر إبرتي وأخيط ثانية. لقد ثبت رباط المطاطي بالمنشفة، يجب أن يكون ثابتا. ثم سأقص الخيط الزائد. الآن سأقص نهاية رباط المطاطي والجزء الذي يحمل الدبوس. سأحتاج الآن إلى القليل من الغراء. سأضع مقدارا قليلا منه على نهاية المنشفة، ثم أثبت فوقه قطعة من لاصق الفالكرو. سأجربها الآن، إنها ثابتة في مكانها. يمكنني حتى القفز للأعلى والأسفل، هذا أفضل بكثير. ليا تعمل بجد، لا يشتت انتباهها أي شيء. استعجلت في كلامي. أين وضعت هاتفي؟ لابد أنه في مكان ما هنا، صحيح؟ هيا لا تختبئ الآن. سأتبع السلك. مدى طول هذا الشيء؟ ذراعي يشعر بالتعب. هذا ليس هاتفي، ضيعت وقتي. بالكاد أستطيع الإحساس بذراعي. حسناً، لابد أن اقتربت. ها أنا ذا، ويبدو أني فوتت المكالمة. يجب أن أعاود الاتصال به. لحظة، ربما يمكنني ابتكار شيء لحل المشكلة. نعم، هذه فكرة جيدة. أحضر السلك ولفه حول قلم خطاط هكذا. بعد الانتهاء صوب مجفف الشعر عليه لدقيقة، وعندما تزيل الخطاط سيكون السلك قصيرا. سيبقى الهاتف أمام ناظري الآن هكذا. الآن عندما أكون غارقة في العمل، لن أضطر للتنقيب عن هاتفي متى ما رن. إنه كيفن. كيف الحال يا صاح؟ المعذرة، فوت مكالمتك. ماذا حدث الليلة الماضية؟ أعتقد أننا احتفلنا لوقت متأخر. لا أصدق أنني سأتزوج. واو، أنا سعيدة جدا لأجلك. في صحتك. لن أفعل هذا ثانية، يجب أن أستحم. ما كل هذه الفوضى؟ رائع، يجب أن أنظفها أيضا. ماذا حدث لمكياجي؟ مهلا، تذكرت شيئا. أعتقد أني كنت في ملهى ليلي. وهو، صفقوا لمية لنحتفل. رائع يا فتيات. من سيغني الآن؟ ها؟ أوبس، عذرا، هيا بنا. واو، هذا محرج جداً. وها هو في حمامي. ماذا حدث للمرحاض؟ هذا غريب جداً. أرجو أن يكون هذا أسوأ شيء يحدث لي. مهلاً، هذه أفضل ليلة على الإطلاق. يجب أن نفعل هذا كل نهاية أسبوع. لن أفعل هذا أبداً كل نهاية أسبوع. يؤلمني كل جزء في جسدي. ها؟ من أين أتت هذه؟ لنلعب. أريد الفوز ببابيت. واصلي. نجحنا. هذا ليس سيئاً. لا، خادمي. هذا ليس جيداً. أين أنا؟ يفترض أن حفل زفافي قريب. أنا بحاجة إلى خاتم. يجب أن أفكر في شيء. حان وقت العمل.
أنا بحاجة أولاً إلى صينية بسكويت. سأسكب راتينج الإيبوكسي الشفاف في الصينية، ثم أضيف بضع نقاط من الطلاء الأحمر، ثم أمزج الخليط. يمكنني استخدام فرشاة طلاء للحصول على تصميم حلزوني، وقبل أن يجف سأضغط عليه بالخاتم. أعتقد أنه جاهز. أجل، انتهيت في الوقت المحدد. لنتزوج. أحب الشوكولاتة. كنت أشعر بالقلق. أوه عزيزي، لا تنس خاتمك، إنه مناسب تماماً. أوه هذا رومانسي جداً، لقد تزوجنا. والآن سأقبل العروس. هيا يا بطبوط، حان وقت الاستحمام. ماذا؟ الباب مقفل، علي انتظار دوري على ما يبدو. أوف، كم ستستغرق من الوقت؟ أوه كنت أنتهي. نظافة وانتعاش، أنا مستعدة لبدء يومي. أوف أخيراً. أوه حسناً، حان دوري. يا بطبوط انتبه على منشفتي. هذا ما كنت أريد. أوه لا، الصابون. أي إصبعي. أوه لا، أوه كان ذلك وشيكاً، كنت سأصاب إصابة خطيرة. صابون غبي، هل تحاول قتلي؟ حان وقت أخذ إجراء جاد. حسناً، لدي إسفنجة ومشرط، سأبدأ بعمل شق في جانب الإسفنجة. حسناً، حان دور الصابون الآن. الإسفنجة رغوية لكنها غير زلقة. سيكون هذا البرجر شهياً. أوه لا لا، المكونات الطازجة هي سر الوجبة. شريحة بندورة، ممتاز. شريحة جبنة. أهلاً، المعذرة، أنا أنظف المطبخ. حسناً، سأعود لتقطيع البندورة. ضيف مهمة شاقة، يجب أن أغسل كل هذه الصحون. يا للهول، يبدو السنبور فظيعاً. يجب أن أنظف. الفرق لا يكفي؟ هذا غريب. هل رأيت منظر السنبور؟ هل جربت أن تفركيه؟ طبعاً، لكنه لم ينفع. ليس لدي أي حل آخر. حان وقت وضع الكاتشب على البرجر. أو مرحباً يا كاتشب، اخرج. لا، الكاتشب يتطاير، احترسي. لا، الصنبور، الكاتشب في كل مكان. هل تمزح معي؟ نظفت الصنبور للتو. المعذرة. فأنت تصعب الأمور علي. الصنبور، إنه يلمع. واو، ألف على الكاتشب ذلك؟ أظن أنه سبب لمعانه، لقد أزال الأوساخ. انظر كيف يبدو الآن، وانتهيت من التنظيف أخيراً. تماماً مع موعد الأكل. لقد تأخرت، يجب أن أنهي تسريح شعري. أين مفاتيحي؟ ها هي، ويجب أن أخذ هاتفي ومحفظتي. أظن أن هذا كل شيء، حان وقت الذهاب. كانت ليلة طويلة، ربما سيساعدني الماء بالليمون على الاستيقاظ. كلا، لكنه منعش على الأقل. ربما ستوقظني هذه الفرشاة. ربما أحتاج إلى أخذ قليلة. هذه الفرشاة لا تساعد أبداً. بوزي، يا لك من كلب ظريف. هل تريد أن أمشط شعرك؟ يا لك من كلب جميل يا ظريف. حسناً، لنتمشى. فرشاتي، نسيت فرشاتي. يا ما هذا؟ أوف، من أين جاء كل هذا الشعر؟ ماء بالليمون، هذا حل مشكلتي. سأحشر المزيد من الليمون في الماء وسأنقع فرشاتي الآن. سأتركها لبعض الوقت. ممتاز، زال كل الشعر. صحيح، لقد تأخرت. هذا المقال رائع. أعشق هذه الأغنية. هاتفي يرن. هلو،
أنت تفوتين حفلة رائعة في النادي. ماذا؟ حقا؟ أنا قادمة. سارة كعمة قريب. يجب أن أقوم بأشياء كثيرة للاستعداد للحفلة. سأزيل هذه أولا. يجب أن أسخن مكواة الشعر. أها، سأضع المكياج بينما تسخن المكواة. أنا متعددة المهام في وضع المكياج. حسناً، أين أحمر الشفاه؟ هاي، المكواة حارة. هاي، كان يجب علي التصرف بطريقة مختلفة. سأحضر منشفة مقاومة للحرارة ومسدس غراء. سأعصر خطاً من الغراء على كامل الحافة، ثم سأطوي الطرف وألصقه في المنتصف هكذا. حالما يثبت في مكانه، سألصق الجانب الآخر. سأضع خط غراء كما فعلت على الجانب الأول، ثم سأطويه مثلما فعلت مع الطرف الآخر. ممتاز. يبدو شعري رائعاً. يمكنني الآن إدخال المكواة في هذا الجيب حتى لا تحرقني. أنا مستعدة للخروج. هل تريدين المزيد من القهوة يا تينا؟ املأي لي الكوب، البرد شديد، سيمنحك هذا الشعور بالدفء. أوه، أنا بحاجة ماسة إلى هذا. أريد بعض الدفء. لذيذ. أوه أجل، ما هو المقدار الكافي من القهوة؟ سأواصل الشرب. لا يهم، إنها لذيذة ودافئة، يمكنني شرب هذا طوال اليوم. لحسن الحظ لدينا الكثير من الأكواب، لكنني لا أنظفها. أشعر أنني أفضل حالاً، لكن أعتقد أن علي الذهاب للتبول. سأعود حالاً. لا بأس، ربما كان الكوب الأخير زائداً عن حاجتي. هيا. ماذا؟ ما هذا؟ تيتي، هل أنت بخير؟ ماذا حدث؟ مقعد المرحاض، إنه أشبه بمكعب من الثلج. هذا خطأ شخص مبتدئ، أنت بحاجة إلى تسخينه. حقاً؟ ربما يمكننا تجربة هذا. حسناً، سيجعل العملية أكثر سرعة. تظنين أنك ذكية جداً. أجل، حسناً، لدي هذا. ستجعلك تجلسين براحة. ليست فكرة ذكية جداً. تينا؟ ماذا؟ هناك مشكلة صغيرة. لماذا أزعج نفسي أصلاً؟ لقد بذلت قصارى جهدي. إذن ماذا الآن؟ مهلاً، أعتقد أنني وجدتها. قفي مكانك. كيف فعلت ذلك؟ أنا بحاجة إلى هذا. هذا الأمر أكثر أهمية. سأضع السروال الضيق فوق مقعد المرحاض، ثم أصنع به ثقباً. ما رأيك؟ جربيه. هيا، أعلم أننا صديقتان مقربتان، لكن اذهبي. هذا دافئ ومريح. يا لها من فكرة رائعة. والآن أين كنا؟ أريد المزيد من القهوة. إنها لذيذة جدا. بصحتك. والآن يجب أن أذهب إلى الحمام، لا يمكنني تحمل أكثر. يمكنك أن تشكريني لاحقا. واو، يا لها من فورة تسوق جنونية. لقد اشتريت الكثير. صرف النقود عمل يصيب المرأة بالعطش. هيا، أحتاج إلى مشروب. كنت أصل. حصلت عليها. هذا مزعج للغاية. يبدو أنك تحتاجين إلى بعض المساعدة. من أين أتيتي؟ انظري إلى هذا. أنت، هذا ليس مجانيا. ماذا عن هذا؟ يسرني التعامل معك. مثير للغاية. إلى أين ذهبت؟ ومن يهتم؟ حسناً، لنجرب هذا. سأفتحها فحسب، وسألصقها ببلوزتي. من الأفضل أن أحضر أغراضي. لقد اشتريت الكثير حقاً، ويمكنني أن أضع مشروبي في حامل المشروبات. هذا أفضل كثيراً. حسناً، يمكنني فعل هذا. سأهزمك يا شيرل. أجل، سمعت هذا مسبقاً. انظري إلى كل هذه الألعاب والأدوات، أريدها كلها. إنها ملكي. هل أنت مستعدة؟ هيا. هذا صعب. هل فزت؟ لا أعرف. أرش الرذاذة على هذه الوردة رغم أنها تبدو عادية جداً.
مرحبا عزيزتي، أحضرت لك بعض الأزهار الجديدة. يا إلهي، يا لها من مفاجأة جميلة. إنها رائعة ورائحتها مذهلة أيضا. هيا خذ هاتفي والتقط صورة لي. حسنا، هل أنت مستعدة ابتسمي؟ هكذا، التقط صورة لي هكذا. شكرا لك، هذا كاف، والآن سأضعها في هذه المزهرية. أعد إلي هاتفي الآن. هاتفي، أو لا، لا، سمعت صوت كسر هاتفي الثمين. ماذا سأفعل الآن؟ أوه يا، هذا سيء حقا، لا تنظري. أوه يا إلهي، هذا أسوأ بكثير مما ظننت. حسنا، ربما يمكننا إصلاحه بشريط لاصق. هل تمزح معي؟ حسنا، ربما باستخدام هذه المطرقة. أنت محقة، أنت محقة طبعا. هو أنا سخيف، سأستخدم هاتفي. حسنا، لنشاهد هذا الحل. مهلا، هل هذا معجون أسنان؟ لا أصدق أنه وضعه على الشاشة ثم بدأ بفركه. لماذا يفعل هذا؟ حسنا، على الأقل سينظفه. مهلا، ماذا؟ اختفت الشقوق من الشاشة نهائيا. ربما علينا أن نجرب هذا بهاتفك المكسور. أحضرت معجون الأسنان وها هو جاهز، وتماما كما هو في الفيديو سأغطي به الشاشة. حسنا، أظن هذا يكفي. أحضرت منديلا لمسحه. أوه، لقد تلطخ الهاتف فقط، لا أعتقد أنه سينجح. يا لها من مضيعة للوقت. تبا. حسنا، بلى اللحظة. عزيزتي، هناك شيء على أنفك هنا مباشرة. آه منك، تعدل مزاجي دائما. يا لك من دمية رائعة. تفضلي الحلوى. ها، هل تريدين الذهاب إلى المرحاض قبل الانطلاق؟ كلا، هيا بنا. حسنا حسنا، أنت شبتي. وي، هذا ممتع. أوهو، لا تبتعدي يا عزيزتي. أو هذه جميلة، أريدها، أمسكت بها. أو رائحتها طيبة. أوه، أريد قضاء حاجتي. أبي أبي، لدينا حالة طارئة. وجدتها، تعالي معي بسرعة. لابد أن هناك شجيرة في مكان قريب هنا. هذا المكان ممتاز، يمكنك الاستمتاع بالطبيعة أيضا. مستحيل. حسنا، دعيني أفكر. وجدتها، اتبعيني. أين هي؟ أبي، خذي. أنت تمزح، أليس كذلك؟ كلا. فكر يا رجل، الوضع جدي. قد يكون هذا مفيدا. وجدت الحل، تضع هذا الدلو في صندوق السيارة، وضع عليه الغطاء ليكون كمقعد المرحاض، وها هو عرشك بانتظارك. في الوقت المطلوب. سأضع هذه البطانية لأمنحك بعض الخصوصية، مجرد يوم آخر أؤدي فيه مهام الأبوة. وهيا بسرعة. لا 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 لا. إيفا، إني أعرف كيف يعزفون بهذا الشيء. هاي، هل يمكنني مساعدتك؟ مرحبا، أتيت لحضور حفلة. تفضلي، سأغني لك قليلا أولا. لم يكن هذا ضروريا. هذا ليس صعبا جدا. أين أنا الآن؟ حفل هواوي؟ يبدو هذا ممتعا، لكن لا يسمح بإدخال الطعام أو المشروبات. هيا. تبا، من أين أتى هذا؟ أحب عملي. لن يكون هذا صعبا، لن يشك في شيء. سأخفي هذه الحلوى داخل ملابسي، أنا ذكية جدا. لقد نفدت المساحة. لا بأس، أعتقد أنني مستعدة. واو، أنت موهوب جدا، هل يمكنني الدخول؟ طبعا، بعد التحقق من الطعام. لا تخذلني هذه الأداة أبدا. مهلا، هل هذا طعام؟ اخرجي من هنا، لن تدخلي الحفل. يا له من يوم، أشعر بالنعاس. لا أصدق أنه عثر على طعامي، لكنني لن أستسلم. خطرت لي فكرة، أنا بحاجة فقط إلى هذه القطعة النقدية لنجرب ثانية.
هاي بست. هذه لك. هل تحاولين رشوتي؟ لقد كانت قطعة نقدية حقيقية، لكن لا يهم. هل يمكنني دخول؟ لا. أنت تمازحني، يجب أن أفكر بشيء آخر. وجدتها، كل ما علي فعله هو وضع الإكسسوارات. أوه، هذا مؤلم. واو، حتما تتمتع بلياقة عالية. هل يمكنني الدخول إلى الحفلة؟ مهلا، ما هذا؟ هل هذا مارشميلو؟ حقا، هل هذه فكرتك الكبيرة؟ إنه لين بعض الشيء. مهلا. أوه، مقزز. يكفي، بقي هناك شيء واحد. لا، توقفي، ما مشكلتك؟ لم توقفني أبدا، هذا غير مجد. واو، إنه بارع في عمله. مهلا، ماذا؟ أهلا ساني، تبدين جميلة، يجب أن أكون متيقظا. هذا مزعج جدا، لكن أعرف ما علي فعله. حان وقت التجديد. ما رأيكم؟ صنعت تنورة من الحلوى، إنها جميلة الشكل والمذاق. أعتذر عما سبق. هل علينا فعل هذا مجددا؟ لا أحمل أي طعام، صدقني. يمكنني قول شيء واحد. أهلا بك في الحفلة. هل أنت جاهز؟ يمكنك الدخول. أحب هذه الأغنية. انظر إلى هذه الحركات. مرحبا ماثيو. ميكي، لقد نجحت في الدخول. انظر إلى تنورتي، إنها من الحلوى. فكرة ذكية، ها؟ هذه لك. لذيذة. أوه، تذكرت شيئا، نظارتي من الحلوى أيضا. هذا رائع، هكذا أحب الحفلات. أعلم، إنه رائع. ماثيو، إنه الزر. كنت أتساءل متى سنخرج. هيا بنا، تبدو رائعا يا أليكس. ها؟ هاي، ماذا حدث للموسيقى؟ أحب شوكولاتة الدهن، إنها شهية. تريد القليل أيضا؟ تفضل. تينا، ماذا تفعلين؟ أو أهلا أمي، لقد حان وقت النوم، لكنني لا أشعر بالنعاس. لا جدال، كفى، اذهبي ونظفي نفسك. يلا من شيء غريب. أوبس، أعتقد أنني أستحق هذا، سأذهب للتحقق من تينا. سننهي هذا الأمر، أنا لست متسخة جدا. انظروا إلى كل هذه الشوكولاتة. تينا، ما؟ هيا، يجب أن تنظفي نفسك. سنبدأ بأسنانك. حسناً، يمكنني فعل ذلك. ستكون مهمة سهلة. والقليل أيضاً. هذا كافٍ، سيكون بنكهة النعناع. إنها تنظف أسنانها على الأقل. مهلاً، وي. تينا، توقفي. هذا رائع، انظري إلى المعجون. أنا لا أسأم من هذا أبداً. خذي هذا. بيو بيو، أحب تنظيف أسناني. توقفي، لا تفعلي ذلك. لماذا تنظرين إلي هكذا؟ ضعي معجون الأسنان. لا تينا، يجب أن أتفاداها. أو لا، لا يمكنك ذلك. يجب أن تكوني بارعة أكثر. لقد أصبتني. ربما كان ذلك خطأ، أو سأنظف أسناني. هذا أفضل بكثير. لدي فكرة، ربما يساعدني هذا الفتى الصغير. ما هذا؟ سأضعه هنا، ثم أضع معجون الأسنان في الأعلى. راقبي هذا. أشعر بالحيرة. سأضع معجون الأسنان في فمه، وسيخرج المقدار المناسب من المعجون. أترين؟ هذا سهل جدا. يشبه هذا العيش في المستقبل، أريد تجربته. حسناً، لقد نجحت. أحسنت صنعاً. انظري يا أمي، أنا أنظف أسناني. هذه هي ابنتي. ولد، تؤلمني بطني كثيراً. ماذا؟ نقودي وهاتفي. هذا مزعج جدا، لا أصدق أنني سأفعل هذا. هذا مقزز جدا، أنا سعيدة فقط لأن آخر من استخدم المرحاض ضغط زر دفق الماء. كدت أصل إليها. يا إلهي، إنه أحمر شفاه المفضل لدي. هذا مزعج جدا، ماذا سأفعل الآن؟ مهلا، ماذا يحدث خلف هذه الستارة؟ مرحبا، هل من أحد في الداخل؟ مهلا، هل هذا براز؟
هذا مستحيل. مهلا، كان يجب أن أعرف ماذا تفعلين يا إلي؟ أتناول المسليات، هل تريدين القليل منها؟ ماذا؟ لا، إنها جائية بالفعل. ما مشكلتك؟ ليس لدي الوقت لهذا، لقد سقط هاتفي في المرحاض. هل علي فعل كل شيء؟ سأنظف نفسي أولا. هذا ليس عدلا. أجل، ها هو هاتفك. أنت تعلمين أنه لا يفترض به أن يكون هنا، أليس كذلك؟ قولي شيئا لا أعرفه. لا عليك، سأحل المشكلة. أنا بحاجة فقط إلى شيء لالتقاط الأشياء التي سقطت. سيفي هذا بالغرض. لا، لم أحلق شعر ساقي منذ وقت طويل. جيش، تبدين مثل ذو القدم الكبيرة، ستكونين بحاجة إلى هذا. شكرا إلي، حظا موفقا. حان وقت العمل، سأمدد السروال الضيق فوق مقعد المرحاض. ماذا تفعلين؟ هذا جيد، أعطني المقص. لقد أنجز المهمة، تفضلي. الكثير من الشعر، إنه يمنحني الدفء في الشتاء. سأتقيأ، يجب أن أنظفه. عليك تجنب نمو الشعر إلى هذا الحد. حسنا، لنعد إلى العمل. سأصنع ثقبا في السروال الضيق. هذا مثير للفضول، أعتقد أن هذا الثقب كاف. أنا عبقرية، أشعر بالحيرة. إنه جاهز، شاهدي هذا، لن يسقط المقص في المرحاض. واو، إنها فكرة مبتكرة، ينجح هذا دائما. أترين، هذا الحل مثالي. والآن حان وقت الاختبار الأصعب، سألقي هاتفي. لا، لا تفعلي ذلك. يجب أن أفعل. واو، لا يمكنني مشاهدة هذا. إنه بخير. واو، لقد نجحت بالفعل. ماذا كنت سأفعل بدونك؟ لم أنتهي بعد، لدي بعض البراز أحتفظ به لمثل هذه المواقف. هيا بنا. تسديد، يمكنك التغوط بكل ثقة. ما الذي يدور في رأسك؟ يجب أن أذهب، هل تسمحين لي؟ عليك زيارة الطبيب. لا يهم، أخرجي من هنا. جربيه الآن. هذا مريح جدا، أنا بحاجة إلى شيء لتسليتي. يحدث شيء ما. هذا رائحته مذهلة، هل تستمتعين يا عزيزتي؟ أنا طاهية يا أمي، إنني أعد العشاء، ولكنه يحتاج إلى المزيد من المكونات. أكره الكي، إنه ممل للغاية. يا شيرل، ماذا تفعلين؟ أخبرتك بأنني أطهو. مكياجي لقد فسد تماما. أعلم ما سأفعل، هذه حالة طوارئ. هذا ما أحتاج إليه تماما، سينقذ هذا اليوم. الطبخ سهل. لدي شيء لك، يا لها من فوضى، علي تنظيف هذا. خذي هذا. شكرا أمي، أنزع الدايلة. انظروا إلى هذه الكرات الصغيرة، سأمدد هذا فوق الحاوية، والآن سأستخدم المضخة. انظري يا أمي، سأملأه بالجليتر، إنه جميل جدا. تعالي، إنه طري جدا. ها هو يذهب. يمكنني وضع لعبة فقاعات فيه. ماذا الآن؟ المزيد من الجليتر، انظروا إلى كل الألوان. عجين، يجب أن أضع هذا. بثبات، هذا ممتع كثيرا. والآن سأضع الغطاء. واو، مذهل. انظري يا أمي، جميل يا حبيبتي. شيرل، لا تفعلي ذلك. سأصنع بالونا آخر. كلا. واو، هاي، انظري لهذا. حسنا حسنا، هذا رائع، لكني أقرأ الآن. واو، ما رأيك بهذا؟ انظري. توقف عن إزعاجي، قلت لك بأني أقرأ. يا إلهي، ما الذي تفعله هذه الفتاة بذبابة الجيلي؟ لقد أذابتها، ثم أحضرت حبة فراولة. مستحيل، ثم غطت الفراولة بطبقة من حلوى الجيلي المذابة. مذهل،
خطرت لي فكرة رائعة. أحضرت دبابة جيلي ووعاء، أراهن أني قادر على فعلها. هيا أيتها الدبابة، حان وقت الميكروويف. سأنتظرها الآن حتى تذوب. رائع، إنها جاهزة. أنا متحمس جدا لتذوقها. حسنا، نحتاج الآن إلى الفراولة وغيرها من أنواع الفاكهة الأخرى. أوبس، لن أنسى الأسياخ، إنها في غاية الأهمية. وضعت الفراولة في السيخ، سأجربها الآن. أوه، انظروا إليها وهي تغرق في الجيلي المذاب. سألفها لأتأكد من أنها مغطاة بالكامل، لكن يمكنني جعلها أكثر جمالا باستخدام زينة الحلوى. إنها تجعل الأشياء أجمل دائما. سألف الفراولة اللزجة للتأكد من أنها مغطاة بالكامل. أوه يا إلهي، انظروا إليها، إنها تغط في النوم. لنعد المزيد، سأستخدم فواكه أخرى. دوري دوري دوري. أوه، انظروا للجيلي وهو يملأ الفراغات في توت العليق. وكيف أصبحت ثمرة العنب لامعة. ولن أنسى إضافة زينة الحلوى أيضا، القليل من القلوب الصغيرة والجميلة. هكذا أعددت منها طبقا كاملا. حسنا، حان الوقت لإيقاظها بالقليل من التصفيق. طلبت القليل من التصفيق. ها، ماذا حدث للإضاءة؟ إنها رائعة. ترى، أعددت لك حلوى رومانسية. هيا اختاري واحدة منها. تبدو هذه شهية، تفضل سأطعمك إياها. لذيذ، هذه لك. واو، هذا شهي ورومانسي. عزيزتي، عزيزتي، هل أنت بخير؟ كلا، أنا بخير. حسنا، هذا جيد. أتريدين المزيد؟ لا؟ حسنا. هذا مذهل، يا له من يوم رائع. ها؟ ماذا تفعل؟ هيا تعال، البحر جميل. كلا. حسنا، أنا قادمة. هل يمكننا الذهاب للسباحة؟ هيا، سيكون ذلك ممتعا. فكر بالأسماك التي سنراها. لا، مستحيل. خطرت لي فكرة. حان وقت العمل. يبدو هذا المكان جيدا، لنفعل هذا. هذا صعب، لكن يمكننا إنجازه. تسير الأمور جيدا. أعتقد أن هذا كاف. حسنا، سنضع غطاء بلاستيكيا هنا. توقف عن العمل، سأثبته. هكذا، ضعه جيدا. أعتقد أن المكان جاهز. واو، رائع. هيا املأ. انظر إلى كل هذا الماء. لقد نجحنا، لدينا بركتنا الخاصة. خذ راحتك. هاي، أمسكت بك. لا، توقف. ماذا يفعلان؟ هكذا هم الصغار. نعلم أن المدرسة قد تكون صعبة، لهذا أعددنا بعض الحيل التي ستجعل أيامكم المدرسية أسهل. ما الحيلة المدرسية المفضلة لديك؟ أخبرنا بها في التعليقات، وتذكر مشاركة الفيديو مع أصدقائك، ولا تنسى الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الرائعة كهذا الفيديو. تلك البطاقة، أو هل هذه مسحة؟ كيف؟ ماذا سأفعل الآن؟ إنه العرض وطلب يا أمي، أنصحك بتجهيز بطاقة ائتمانك. بروم بروم، يا لصرير الإطارات. بيب بيب، لقد كان الاصطدام وشيكا. ابتعد عن طريقي، لا يمكن لشيء إيقافي. لا 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 لا، أنظف الغرفة بالمكنسة. أشعر بحيوية كبيرة، هل هناك ما هو أجمل من ذلك؟ لحظة واحدة، لندعس البنزين. بروم وهو، أسرع أسرع. كيف أصبح المنزل في هذه الحالة من الفوضى؟ ماذا؟ لقد توقفت المكنسة عن الشفط. ما مشكلتها؟ لا أفهم السبب، إنها لا تعمل. كم هذا غريب، ما الذي حدث؟ أوه، كان يجب أن أتوقع هذا. مرحبا يا أمي، لننطلق. حقا يا كلوي، هذه مكانها في النفايات. أوه، دائما ما تفسدين متعتي. لكن بعد التفكير مليا، هذا ليس عدلا. مهلا، لماذا تنظرين إلي بهذه الطريقة؟ لدي فكرة، سأقص علبة البيتزا إلى عدة أجزاء، وبعدها سأحضر مسدس غرائي.
سأبدأ بهذه القطعة وسأضع الغراء بطول حافتها. هذا يكفي، ويمكنني الآن لصقها بهذا المتصل الكبير. سأكرر العملية على الجانب الآخر، وقد أحضرت شريطا طويلا من الورق المقوى، وهذا سيتيح لي طي الورق المقوى وتشكيله. سأستخدم الغراء لتثبيته في مكانه. يمكنني وضع هذه جانبا الآن، وقد صنعت فتحة في غطاء المشروبات الغازية. سأمرر شفاطين عبره. أريد أن تكون القياسات مضبوطة ولا أريد أي فراغات، ولهذا سأستخدم مسدس الغراء لتثبيتها. سأمر بالغراء حول الجزء الخارجي من الغطاء. لقد صنعت فتحة صغيرة في الجزء العلوي من الورق المقوى، ويمكنني تمرير شفاطين عبرها ليخرج من هذه الفتحة. وبعدها سأحتاج المزيد من أغطية المشروبات الغازية. سأمرر عودا خشبيا داخل الشفاط، ويجب أن يكون الشفاط أقصر من العود الخشبي قليلا. وسأضع غطاء مشروبات غازية على كل طرف، ثم أستخدم الغراء لتثبيت كل شيء في مكانه. لنجربها. واو، شاهدوها تنطلق. سأثبت العجلات أسفل الورق المقوى، وسأضيف بعض اللمسات النهائية كالأضواء والنوافذ. وبعدها سأضع هذا البالون فوق غطاء المشروبات الغازية. سأنفخ البالون، وقد حان وقت تجربة القيادة. انتبهي. ماذا؟ ما هذا؟ واو، إنها رائعة. كنت واثقة أنها ستعجبك. أشكرك يا أمي. على الروح بوساعة عزيزتي. كم أنا متحمسة لتجربتها. أعتقد أنها جاهزة. شغلي محركاتك. يا لها وعلا، قد حسبتها. كم هي سريعة. أولا أولا، ستصطدم. ويحي، عذرا يا أمي. آمل أن يكون لديك تأمين. كان يجب أن أفكر في ذلك من قبل. لنفعلها. كم هذا حماسي. استمري يا أمي. جديد ونقود جديدة، القليل من الأعمال المصرفية الممتعة. أوه مرحبا. أوه مرحبا. إذا أردت التحدث إليك بشأن. أوه، من أنت؟ حقا هذه أنا. هل هذا ضروري؟ أوه ميا، أهلا. سررت برؤيتك. وأخيرا، نفعل هذا دائما. أريد أشيائي. أوه، قدماك على مقعدي. لا تكثري الكلام، اذهبي وأحضري نقودي حالا ولا تتأخري. كيف سأصل إلى الخزنة السرية؟ تذكرت، لقد جعلتني أتوتر كثيرا، لكنها أفضل عميل لدى البنك. وصلت. والآن ما المفتاح الصحيح؟ هناك الكثير من المفاتيح، أعتقد أنه هذا. هاي، أعتذر على إيقاظك. نعم أيتها البشرية، أريد النقود من فضلك. خذيها وابتعدي عن مملكتي. شكرا، سأدعك تخلد إلى النوم. هذا رجل مخيف. لماذا تأخرت؟ لقد عدت. تفضلي، هل تمزحين معي؟ حسنا، سأعود حالا. لا أصدق أني أحضرت الأشياء الخطأ، إنها لئيمة للغاية. سأحضر الأشياء الصحيحة هذه المرة. حسنا، يمكنني فعل هذا بهدوء ولطف. أمسكت به. أنا بحاجة إلى عمل جديد، أشعر بتوتر شديد. تفضل الشريط. هذا؟ لا تريدين شريط التسجيل؟ أوه، لقد كنت أعلم هذا. أمل أن أحصل على الغرض الصحيح هذه المرة. حقيبة، هذا ما تريده. أوه، إنها حية. ما هذا؟ وأخيراً أصبحت حراً. تسرني مساعدتك. بسرعة، يجب أن تأتي معي. من هنا، تفضلي. أي نوع من الأعمال تديرين؟ لقد أردت صديقا جديدا. هيا عد إلى القبو. لا عليك، سأتولى الأمر. أحتاج أولا إلى العثور على المفتاح، إنه في مكان ما هنا. لن يستغرق ذلك وقتا طويلا. هل علي فعل كل شيء؟ هذا هو. كنت أعلم. أعطني إياه. لا، لماذا؟ يجب أن أنتهي من شيء أولا. دعيني أفكر. دبابيس، هذا ما أحتاج إليه بالضبط. سأجعل حياتك أسهل. سأرتب الدبابيس بشكل جميل، ثم أثبتها معا وأضيف إليها جوهرة صغيرة. والآن سأثبتها بالمفتاح. تبدو جميلة، لن يضيع منك ثانية. يمكنك أخذه الآن. واو، هذا رائع. سأحضر لك أغراضك. تادا، هل هذا صعب؟ لقد شعرت أنني بحاجة إلى تغيير مظهري. يمكنك وضع هذا في الخزنة. بالطبع، ولدي المفتاح. كان هذا مجهدا. كان بإمكانها تنظيف الحذاء أولا. من اللعب بلعبة بابيت. مهلا، لم أفتح الغطاء. لا يبدو هذا جيدا. أبي، يبدو أننا نواجه مشكلة. ماذا؟ ما الذي تنتظرينه؟ هيا هيا هيا، لا عليك، سأتولى الأمر.
ما هذا؟ هل يمكن أن أحظى بالقليل من الخصوصية؟ حسناً، نحن ذاهبان. توقف عن حملي والتناقل بي. مهلاً، يجب أن ألتقط أنفاسي. لم أعد لائقاً بدنياً مثل السابق. واو، يا له من درج طويل. نحن بحاجة إلى مصعد. هيا يا أبي. هيا بنا، أنت ثقيلة الوزن. ابتعد عن طريقنا. لقد وصلنا يا عزيزتي. وصلنا في الوقت المناسب. لن أنظر إليك. بارد جدا، سأذهب من هنا. ها؟ ما المشكلة؟ إنه مقعد المرحاض، انظر. هذه مشكلة حقيقية. انتظري قليلا، يمكنني استخدام بابيت هذا. سأزيل أولا هذه النتوءات. هذا جيد. ثم سألصقها بمقعد المرحاض. واو، إنها ملونة وجميلة، وسوف تحميك من مقعد المرحاض البارد. سأرسم قلبا. واو، هذا رائع، إنه جاهز. ما رأيك يا جابي؟ واو، إنه جميل بالفعل، سأستخدمه حالا. متحمس جدا لسماع رأيك. أبي. عذرا يا صغيرتي. إنه مريح جدا. هذا أفضل بكثير. ماذا أكلت جابي؟ هل انتهيت؟ هذا ممتع جدا. أعتقد أنه يساعدك على تمضية الوقت. شكرا أبي. أنا سعيد جدا لأنني استطعت مساعدتك. أيتها القطة، هل أنت مستعدة لمشاهدة الفن على أصوله؟ ستكون لوحة رائعة. كلما زادت الألوان صارت اللوحة مبهجة أكثر، والقليل من الألوان أيضا. لقد تعبت يدي من التلوين هنا، أصبحت رائعة. أو ربما ليست كذلك. لماذا لا أنجح في هذا بتاتا؟ ماذا يحدث هناك؟ مزج الألوان، يمكنني القيام بهذا بالتأكيد. انظروا إلى هذا التدرج اللوني المذهل. واو، والآن سأمزج الألوان المناسبة، وكأن القلمان يقابلان بعضهما. ثم يحدث سحر الألوان. كيف ستبدو الرسمة هذه المرة يا ترى؟ لا شيء ممتع أكثر من تلوين اليونيكورن. انظروا، يبدو هذا الجزء جميلا، وكأنه يونيكورن بألوان قوس قزح. أستمتع جدا بتلوينه. يمكنك استخدام لون متدرج جديد لكل جزء منه. أترون كيف أصبح الآن؟ سأكون أكثر حذراً عند الأنف. جميل، طرأ تحسن حقيقي على أدائه. ما رأيكم؟ أحب حين أحلم بالمثلجات. كان بإمكاني البقاء نائماً للأبد، وكدت أفعل. كيف نمت إلى وقت متأخر هكذا؟ علي الاستعداد للمدرسة. تنتهي؟ أمسكت بها. أعتقد أنه ليس بإمكاني الذهاب بالمنامة. هل سيفي ذلك بالغرض؟ بالتأكيد يا جل، لكن ماذا عن شعري؟ هل لدي ربطة شعر هنا؟ كلا، ليس هذا. مهلا، يمكنني استخدام ذلك الشيء هناك. هيا انفلتي. لقد مددتها بالكامل، والآن ماذا سأفعل؟ لا أريد أن أعرف. إلى الهول، ربما أتمكن من استخدام ذلك، لكن لا يمكنني تضييقها بشكل كاف. هذا أمر ميؤوس منه. هاني، هذا الشيء بلا فائدة يا أمي. دعيني أريك حيلة صغيرة. تحتاجين إلى مقدار من الحرارة فحسب. انظري، ستجعلها الحرارة تنكمش مجددا. أرأيت؟ إنها تتغير تماما. هذا سيعيدها مطاطية مجددا. أرأيت؟ إنها مطاطية كما يجب أن تكون. يا للروعة، شكرا لك. أعتقد أن بإمكاني تولي ذلك الآن.
مرحبا يا تصفيفة ذيل الحصان. الآن يمكنني أخيرا التوجه إلى المدرسة. هاني، حقيبة ظهرك، إلى اللقاء. وقت القصة الآن. أنا أشعر بالنعاس، علي الخلود إلى النوم. ها، هل قلت شيئا؟ أوه، تبدو لطيفة جدا، تصبحين على خير يا ماندي. سأتأكد من أنها مغطاة جيدا. سأراك في الصباح، من الأفضل أن أطفئ الأنوار. ليلة سعيدة حبيبتي. ها أبي، ما هذه الضوضاء؟ إنه وحش. لا بأس، أنا في أمان هنا. أوه لا، ما هذا؟ أوه، دب المحشو. كيف وصل إلى الأسفل؟ هل هناك أحد بالأسفل؟ سأتظاهر بأنني لم أرى ذلك. هل أسقط هذا؟ ماندي، هل أنت بخير؟ أباك هنا. ما الخضب؟ كان هناك وحش مخيف. وحش تحت السرير؟ سألقي نظرة. كل شيء يبدو على ما يرام. هذه منطقة خالية من الوحوش. ربما كنت تحلمين. لقد رأيته يا أبي، كان هنا. ربما هرب. كل شيء على ما يرام. كان ذلك مخيفا للغاية. أنت في أمان الآن، حاولي الاسترخاء فحسب. شكرا يا أبي. لا أستطيع البقاء هنا طوال الليل. حان وقت حيلة تبديل الكلاسيكية. سأضع هذه هنا. ها، ما هذه؟ هل ستغادر؟ انتظري يا أبي، لا تذهب. أعتقد أنه من الأفضل أن أجلس وأرتاح. واو، إنه صغير قليلا. هيا أغلقي عينيك. شكرا لك على هذا يا أبي. أبي، ماذا تفعل؟ كنت مقتنعا أن ذلك سينجح. حسنا، سأبقى. ستكون هذه ليلة طويلة، لابد من وجود حل ما. ها، من هذا؟ صندوق حبوب إفطار؟ أوه، شكرا أيها الوحش المخيف، سيحل هذا كل شيء. لنبدأ العمل. سأبدأ بتخطيط الصندوق بالورق المقوى، وسأحتاج إلى قلم. سأرسم الخطوط الخارجية لنجمة. حتى الآن كل شيء على ما يرام. سأرسم الآن الخطوط الخارجية لقمر. أشعر بأنني مبدع جدا. ستحب مندي هذا. أستطيع قصهما الآن. واو، لم يستغرق ذلك وقتا طويلا. تبقى شيء واحد فحسب. سأضع هذه الأضواء الصغيرة في الصندوق. ها هي ذي. هل صنعت ذلك؟ سأضعه هنا. حسنا، حان وقت النوم. لكن الوحش، واو، انظروا إلى ذلك. هذا ما أحتاج إليه تماما. إنها جميلة جدا. هذا أشبه بالنوم تحت نجوم. أنت الأفضل يا أبي. نعم، أعتقد أنني كذلك، لكني حظيت ببعض المساعدة. شكرا يا صديقي، تصبحين على خير يا ماندي. سيبتعد الوحش الآن. ها أنت ذي. كواك كواك يا صغيري، علينا تنظيفك. انتظر، هل أنت تتبول؟ هذا مقرف جدا، لقد حذرتك من هذا. ما هذه الرائحة الكريهة؟ أوه، إنها رائحتي. من الأفضل أن أحضر الصابون. أها، ها هو. إنه برائحة جوز الهند. أوه، إنه زلق. عد إلى هنا. تعتقد أن بإمكانك الهرب، أليس كذلك؟ بدأ هذا يصبح مزعجاً. أمي، تعالي هنا. ما الخطب يا جاستن؟ الصابون شرير، يستمر في الانزلاق من يدي. هذه مشكلة كبيرة حقا، أحتاج للتفكير في هذا. انتظر، أعرف ما يجب فعله. أولا سأحتاج إلى قطعة من الصابون ومبشرة. سأبشر الصابون. سأجمع القشور في وعاء. سأحتاج إلى الكثير. سأحتاج إلى حوالي نصف القطعة. لا ينبغي أن يستغرق الأمر وقتا طويلا. ثم سأذيبها. سأخذ لعبة الفقاعات الخاصة بجاستن. سأصب الصابون السائل في لعبة الفقاعات. لا يزال يوجد المزيد لفعله. سأحتاج إلى مجفف شعري. سأستخدم هذا لأجعل الصابون يتصلب. يحتاج إلى دفعة هواء سريعة. سأضع الغراء على الجزء الخلفي منه. سأخذ قطعة من القماش وسألصقها بالصابون. ثم سأضع المزيد من الصابون بالأعلى. ينبغي أن تلتصق معنا. هو جاستن، شاهد هذا. أو أعطيني إياها. أو هذا بالضبط ما أحتاج إليه. إنها رائعة. شكرا يا أمي. هذا ما تفعله الأمهات. منحار، أنا بحاجة إلى بعض الهواء البارد. سأشغل مكيف الهواء. لماذا لا يعمل؟ هذا محبط. أنا أتعرق كثيرا. هذا مقزز. سأجري مكالمة. مرحبا، أنا بحاجة إلى المساعدة. أهلا سيدتي. مرحبا،
أصلح مكيف الهواء خاصتي. أجل بالطبع، أحضرت هذه. مهلاً. علي شراء أدوات الصيانة، نسيت ذلك. هل هناك مشكلة؟ كلا، سأعود حالاً. هاي. أها، هذا ما أحتاج إليه. هذا الوعاء ممتاز، سأحتفظ بالحلوى وسأخذ قطعة القماش هذه، سأضعها تحت السنبور. يجب أن أنقعها بالماء، لابد أن هذا كاف. والآن سأطويها ثم ألفها وأضعها في الوعاء. سأضيف المزيد من القماش. ماذا؟ أريد أن أشعر بالبرودة، هذا مضيعة للوقت. أنا محترف يا سيدتي، أشعر أنني سأفقد وعيي. سنضع هذا في الفريزر وننتظر. أعتقد أن هذا الوقت كاف، سأخرجه الآن. وقت الانتعاش. مرحبا سيدتي. أو هذا غريب. ما زلت هنا؟ جربي هذه. هذا غبي. ضعيها على رأسك. هذا رائع، إنه بارد ومنعش. سيكلفك هذا قليلا، اسمحي لي. هذا كاف. أجل، لا يهم، أنا أودي عملي فحسب. وداعا. كان يوما شاقا، كما أنا متشوقة للنوم. أشعر ببعض الانزعاج، سأجرب النوم على هذا الجانب. الضوء ساطع، أريد أن أنام فقط. هذا أفضل. لماذا ليست الوسادة مريحة؟ هذا السخيف، لماذا كل شيء ضدي؟ سأخرج ساقاً واحدة حتى أبرد قليلاً. لكن ماذا عن الوحش تحت السرير؟ من الأفضل أن ألقي ساقي داخل اللحاف. يبدو أني لن أنام الليلة. أشعر بالبرد الآن. ربما هذه الوضعية أو هذا. أكره سريري. هذه ليلة سيئة. ما الأمر؟ لماذا تصرخين؟ أو بيضة؟ لقد ألهمتني بفكرة. سأحضر حافظة هاتف ومسدسة غراء. سأرسم دائرة من الغراء في المنتصف. سألونها الآن بطلاء أظافر أبيض. ممتاز، سأنتظر حتى يجف. للخطوة التالية سأحتاج بالونا أصفر. سأقص جزءه العلوي ثم سأضع كرة سلايم بداخله بهذا الشكل. سأضعه على الحافظة الآن. إنه إسفنجي. انتهيت، يبدو مثل بيضة على الحافظة. كم هذا مريح. واو، أشعر بالنعاس الآن. البيض، هل هناك شيء لا يمكنه فعله؟ يا صغيرتي، حان وقت المدرسة، تفضلي حقيبتك. شكرا أبي، أريد الحذاء يا أبي. كيف نسيت؟ لا بأس، لنرتديه. هيا بنا. هذا يدغدغ. حسنا، حاول البقاء ثابتة. أنت تضحكني. هل تسمحين لي بفعل هذا؟ أعتذر. جاهزة، إلى المدرسة مباشرة. حسنا. حسنا، وداعا أبي. وداعا. مهمة صعبة، سأرتاح قليلا. انهض يا أبي، أنا جائعة. حسنا، انتظري هنا. تفضلي يا حلوتي، كل شيء جاهز صحيح؟ يمكن الاسترخاء الآن. ماذا أيضا؟ هذا ليس عدلا. ماذا حدث؟ إنها تمطر وسأتعرض للبلل.
حسناً، استخدمي هذه المظلة. شكراً وداعاً. أرجو أن هذه النهاية. أوه، إنها عاصفة قوية. لن أخرج أبداً. أو لا، كسرت مظلتي. لا لا، لا بأس يا حلوتي. لكن كان ذلك وشيكاً. أريد قضاء بعض الوقت بمفردي. كنت سأذهب للعب الجولف. مهلاً، ستارة الحمام منحتني فكرة رائعة. سأطوي ستارة الحمام وأصنع منها مثلثاً، ثم أقص الجزء العلوي من المثلث وأضع القطعتين فوق بعضهما البعض، وسأستخدم ورقاً مقاوماً للحرارة ومكواة شعري لجعلهما تلتصقان معاً. احرصوا على عدم وجود فجوات. واو أبي، هذا المعطف أنيق فعلاً. رائع، يمكنني الخروج الآن. أجل، أنا ذكي. هذا مذهل، لم أتبلل أبداً. الشمس، لكني أريد ارتداء معطفي. حان وقت النوم، لكن يجب أن أذهب إلى المرحاض أولاً. ها؟ من هناك؟ ابتعد عني، لدي دب ولا أخشى استخدامه. ماذا؟ هاني واجي؟ ماذا تفعل هناك؟ ليس لدي الوقت لهذا. ماذا؟ ماذا يحدث؟ هذا مخيف جداً. أو لا، هذا ليس جيداً. أمسكت بك، دعني وشأني. فير، لقد وصلت إلى الحمام. كان ذلك وشيكاً، لا أتذكر وجود هذا من قبل. لكن عندما تكون مضطراً، مهلا اللحظة. مرحباً جينا. أنا بحاجة إلى بعض الخصوصية. ربما يمكنني مساعدتك. لدي هذا المصباح للمرحاض، سأضعه أسفل المقعد. سأثبته هنا بهذا الشكل ليمنحك توهجاً رائعاً. لا شيء يستدعي الخوف، أترين؟ جربيه. واه، هذا رائع، هيا بنا. أعتقد أنه سينال إعجابك. واو، إنه كالسحر. أريد القليل من الخصوصية. أوه صحيح، سأذهب من هنا. هاجي، تعالي إلى الحفل فور انتهائك، سنقضي هناك وقتا ممتعا. حتى أننا سنغني الكاريوكي. انظروا إلى هذه الحركات. أوه يا شلالالالا. ووب ووب، هذا رائع، أنتم مذهلون يا شباب. أين الجميع؟ المكان هادئ جدا. أوه مرحبا يا أصدقاء. حقا؟ لا يمكن أن يحدث هذا. إذا على أي حال؟ ربما لم يروني. ها؟ ما هذا؟ واو، هناك حفل هذه الليلة. هذا رائع جدا، ربما يجب أن لا أذهب، سأكون هناك بمفردي. أوه، لماذا أفكر دائما في هذه الأشياء؟ أوه، ماذا تفعل تلك المجتهدة؟ يا لها من فاشلة. هي، لندبر لها مقلبا. لن أصبح محبوبة أبدا. هاي ماندي، هل تريدين المجيء معي إلى الحفل؟ معك؟ حقا؟ كموعد غرامي؟ يا إلهي، مستحيل، لقد فقدت وعيها. كم هذا تقليدي. مهلا، هل كنت تمزح؟ كان علينا تصوير ذلك، كما لو كنت سأطلب منك الخروج في موعد غرامي. حقا، توقفوا عن الاستهزاء بي. لنذهب من هنا. لماذا يتصرفون بهذا اللؤم؟ ماذا فعلت لهم؟ إنهم سيئون للغاية، لقد أردت فقط تكوين صداقات. ها؟ مهلا اللحظة، أوحت لي هذه الدمعة بفكرة، وستكون مثالية للحفل، سيكون هذا رائعا. لدي وعاء من راتينج الإيبوكسي، وسأضيف إليه القليل من ملون الطعام. يا له من لون أزرق جميل. سأمزج الخليط الآن، يجب التأكد من أنه متجانس تماما. يبدو جميلا. والآن سأسكبه في هذا القالب. والآن سأسكبه في هذا القالب. اشتريت هذا القالب المكون من أشكال الدموع. سأملأ القالب بالكامل، ثم أنتظر حتى يصبح المزيج صلبا، ثم أنزعه وأثبته بسلسلة. واو، هذا رائع، حصلت على قلادة رائعة على شكل دمعة. هذا مذهل، أحتاج الآن شيئا لأرتديه. واو، أشعر بأنني فاتنة، يجب أن أذهب إلى الحفل أو
أول حفل في حياتي، إنه كما تخيلت. لنحتفل. أوه واو، انظروا إلى ماندي. يا إلهي، إنه ينظر إلي. ماذا سأفعل؟ سررت برؤيتك هنا. عذراً. إذن بالنسبة لما حدث كان مجرد مقلب. أتريدين الرقص؟ مستحيل. لقد قلت إنني آسف. يا له من حفل رائع. أوه يا. هل أنت مستعد لبعض المرح أيها الدب؟ مرحى، تستطيع القفز عالياً. أوه لا، ماذا فعلت؟ أنا متوحشة. آني؟ أمي، شاهدي ما حدث لدبي. أوه لا تقلقي، أعرف ما يجب فعله. لا أحتاج سوى لشريط لاصق شفاف. سأقص قطعة صغيرة ثم ألونها بقلم وردي. أريد تغطيتها بالكامل، وبعدها سأضع شفاطة في منطقة الشريط اللاصق. والآن سألف شريط اللاصق حول نفسه، بعدها سأنفخ في القشة. أصبحت فقاعة مثالية. سأضغط على طرفها حتى أحكم الإغلاق، وقد صنعت فقاعات بأحجام مختلفة. يمكنني الآن لصقها معا. سأستخدم قلم تصحيح للرسم على شريط اللاصق، وسأبدأ بالدائرة الكبيرة ثم ألونها من الداخل، وبعدها سأرسم العينين ثم الأنف والفم. سيكون شكله لطيفا للغاية، وسأثبت أذنين من الورقة الأعلى. أوه تأملوا جماله، كم هو طري ومحبوب. أوه آني، شاهدي ما صنعته. واو كم هو جميل، أريد عطره فحسب. تفضلي، لكن ليس بقوة. فيو، أنت أعز أصدقائي، هيا لنلعب. ما أجمل الطبيعة، لكني سعيد لأني أحضرت هذه. أوه أشعر بمغص. أحتاج الحمام الآن. أوه لا، نحل، يجب أن أذهب لمكان آخر. أوه لا 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 لا. ربما هنا. يبدو هذا الطريق مخيفا. كلا، أحتاج مكانا آخر. يا إلهي، ما الذي تفعله؟ لديها دلو ومقعد مرحاض وكيس قمامة. لا أفهم ما تفعله. إنه مرحاض. أنا قادم. ابتعدي، إنها حالة طارئة. وأخيرا ارتحت. أقشر الخيار. يا إلهي، تكون جميلة جدا وهي تعد الطعام. يبدو أن هذا سيطول، يمكنني الإسراع أكثر. رائعة أميرتي الجميلة، لقد ألهمتني لصنع تحفة فنية. حسنا، سأدور النسب. ماذا تفعل؟ هل رسمتني؟ سأتخذ وضعية للرسم مع حبة الخيار. كيف يبدو شعري؟ هل ترسم الجانب الجميل مني؟ ما رأيك بهذه الوضعية؟ مهلا لحظة، أو لا، كسر سن القلم. يا إلهي، القلم، كيف ستنهي الرسمة؟ مهلا، سأتحقق من هاتفي، ربما هناك حل. حسنا، انظر، وجدت شيئا، قلم رصاص وأداة التقشير. انظر لهذا، يستخدمون أداة التقشير لبرد القلم. واو، قامت بعمل رائع، هذا مذهل. تعالي يا أداة التقشير، حان الوقت لتساعدني في الحالة الطارئة. سأفعل كما هو موضح في الفيديو، سأقشر القلم صعودا ثم سأدور القلم لبريه بالتساوي. أوه نجح، خذي أداة التقشير. لحظة واحدة وستكون اللوحة جاهزة. حسنا انتهي، هل أنت مستعدة لرؤيتها؟ ترى. مهلا، حبة خيار. هل هذا ما كنت ترسمه طوال الوقت؟ حسناً، يا لها من خيبة أمل كبيرة. لا أعرف، أعتقد أنها تشبهها كثيراً. المكان جيداً للتخييم. إنه ممتاز يا أمي. أوه، كنت أنسى، إنه طري وناعم جداً. سننصب خيمة. هذا أصعب مما ظننت. مهلاً لا، ليس هكذا. أين سأضع هذا الشيء؟ أشعر بالإحباط. ما المشكلة؟ دعيني أساعدك. هكذا ترين، وأضع هذه بهذا الشكل، وسأربط الخيمة بالإطار. كيف فعلت ذلك؟ هذا مذهل. مرحبا أمي. حتما تشعرين بالجوع، سأحضر لك شيئا لتناوله. رائحة طيبة، سأضيف الماء الساخن فحسب. هذا سهل جدا، سأسكبه فوق النودلز.
وسننتظر الآن. ستيسي، الغداء جاهز. ستيسي، أين ذهبت؟ ستيسي، لا يمكن أن تبتعد. ستيسي، هذا ليس طريفاً. هل أنت تحت الخيمة؟ حسناً، بدأت أشعر بالقلق. ستيسي، عودي. ستيسي، أين أنت؟ آمل ألا تضيع. كلا، ليست هنا. أمي، ساعديني. ستيسي، هل أنت بخير؟ ما هذا؟ مرحبا يا أصدقاء. لنذهب من هنا. كان ذلك وشيكا. هذا مؤلم جدا. أوه، يبدو أن هناك التهاب. افعلي شيئا يا أمي. مهلا، يمكننا استخدام هذه. هذا الشيء الذي سقط من الوحش الأزرق. ستمتص الشظية. سأضعها فوق الشظية وأسحبها. أوه، هذا مذهل. لقد نجحت بالفعل. لدي فكرة. لطالما أردت شفتين أكثر امتلاء. آمل أن ينجح هذا. أمي، لا أعتقد أن عليك فعل ذلك. أوه، أشعر بأنني مثل فتيات كارديشيا. حسنا، لنتناول الطعام. أتطلع لتناول هذا. أكره النمل. ما هذا؟ أوه، المنبه. حان وقت الاستيقاظ. أين هاتفي؟ حسناً، سأطفئ المنبه. ماذا؟ أوف، أين هاتفي؟ ها هو، تحت اللحاف. أوف، الاستيقاظ صعب. هاتفي ضائع مرة أخرى. ماذا؟ كيف وصل إلى شعري؟ لا يمكنني العثور على هاتفي كل صباح. ها؟ ماذا لو جعلته يبقى هنا؟ يمكنني فعل ذلك. حان وقت استخدام قلمي ثلاثي الأبعاد. سأبدأ بهذه الخطوط. سأواصل رسمها ذهاباً وإياباً. هكذا، صنعت شبكة تبدو مثل الوافل. حان وقت اللون التالي. سأصنع نفس الشكل لكن بحجم أصغر. انتهيت من هذه القطعة. حان دور لون آخر. هذه القطعة أصغر. سأبدأ تجميعها معاً. هذه كل القطع. حان وقت تجربة هذا الحامل. يمكنني تعليقه بسهولة على السرير ووضع الهاتف داخله. أوه، حل يوم جديد. وهاتفي في مكانه. أشعر بحر شديد. أريد شرب شاي. تفضلي يا عزيزتي. المشروب الغازي المفضل لدي. أريد المزيد. تشعرين بعطش شديد، أليس كذلك؟ لحسن الحظ أنني أحضرت الكثير من الشراب. كلها لك يا عزيزتي. أشعر بالراحة. أريد الذهاب إلى المرحاض حالاً. لا أدري، لكن ربما يمكنني فعل شيء ما. لكن علي أولاً أعمل بعض التجهيزات. هذا جيد. ثم أضع بطانة بلاستيكية. وهيا بنا. سأستخدمه. خذي وقتك يا عزيزتي. أنا هنا. أكره ازدحام الطرق. هيا تحرك، هذا فظيع. هيا استخدم دواسة البنزين. الحر شديد، لكن لحسن الحظ لدي زجاجة ماء. هذا ما أحتاج إليه. ليت هذه السيارات تتحرك. أشعر وكأنني عالقة هنا منذ ساعات. أشعر بالملل الشديد ولقد نفذ الماء. تحرك، من علمك القيادة؟ أنا محاطة بالأغبياء. مهلاً، ربما كان شرب الماء فكرة سيئة. هذا ليس جيداً. أسرعوا، لماذا يحدث هذا لي؟ مهلاً، ربما يمكنني استخدام هذه الزجاجة. أنا بحاجة إلى لباسين داخليين وزجاجة ماء صغيرة. سأقص الجزء العلوي من الزجاجة هكذا، ثم سأصنع ثقباً في الغطاء. أعتقد أن هذا كافٍ. والآن سأدخل أنبوباً مطاطياً في الغطاء، ثم أصنع ثقباً في اللباسين الداخليين. سأدفع الأنبوب عبر الثقب
يجب أن يكون الجزء العلوي من الزجاجة داخل اللباسين الداخليين، ثم سأدفع الغطاء عبر الفتحة. لا أريد أن تتسخ سيارتي. هذا جيد. لماذا لم أفكر بهذا من قبل؟ لن أغادر منزلي أبداً بدون هذا، ولن يكتشف ذلك أحد. هذا كوب قهوة لذيذ، أفضل طريقة لبدء اليوم. عذراً يا حبيبي، أنا أحتاج إليه بشدة. إنني قادمة. شخص ما في عجلة من أمره. أعتقد أنني سأنتظر. ما الذي حدث للتو؟ يا للأطفال، أليس كذلك؟ هذا أفضل، انتهيت. الرائحة كريهة. ما الذي كنت أتناوله؟ مالان، نفد منا المعطر. هذا ما كنت أحتاج إليه. ستكون الأمور على ما يرام. لقد انتهيت من عملي هنا. ما الذي يحدث بالداخل؟ إنه متاح لكما. أخيراً. يمكنك الدخول أولاً. مستحيل، أنا أقدر صحتي. الرائحة سيئة للغاية. كيف يمكن لشخص واحد أن يصدر هذه الرائحة؟ إنها تلسع الأنف. أنت بحاجة لرؤية هذا يا حبيبتي. هذا مقرف. نحن بحاجة لتنظيفه. يمكننا استخدام هذا. إنه فارغ. بعد اللحظة، أنا أعرف ما يجب فعله. لنفعل هذا، سأحتاج إلى الصابون السائل. سأحتاج إلى وعاء أيضاً. سأضيف الصابون إلى الوعاء. سنحتاج إلى الكثير. ينبغي أن يكفي هذا بالغرض. ثم سأحتاج إلى الجيلاتين. سأنثر هذا في الوعاء. هكذا تماماً. هذا مثالي. ثم سأضيف بيكربونات الصوديوم. هذا مثل صنع كعكة. على الرغم من أنني لا أعتقد أن هذا سيكون لذيذاً، أريد أن تكون الرائحة جيدة. لذا سأعصر معجون الأسنان في الوعاء. سيجعل المزيج برائحة النعناع. أعتقد أن هذا كل شيء. أحتاج إلى مزج. سأستخدم عصا المثلجات لمزجهما. تبدو الأمور جيدة. الآن سأضعه في الحقنة. سأضع الغطاء بإحكام. أعتقد أنه جاهز. حان وقت تنظيف المرحاض. ستحتاجين إلى هذا. كل شيء تحت السيطرة. سأرش المزيج حول المرحاض. سأصنع قمما صغيرة. هذا مثل تزيين الكعكة. لنستخدم ألوانا مختلفة. لقد استخدمت صابونا ومعجون أسنان مختلفين لهذا. حسنا، حان وقت دفق الماء. أشم الرائحة. إنها متعة للحواس. لا، أخرج من هنا. أسرعي يا حبيبتي. أخيرا. مرحبا يا أبي. هل تمزحين معي؟ أنتم ترون ما يحدث، أليس كذلك؟ المدرسة صعبة بالفعل، نحن نفهم ذلك، لكن لحسن الحظ هناك بعض الحيل القادرة على جعل يومك المدرسي أكثر سهولة. ما الحيلة المدرسية المفضلة لديك؟ وتذكر مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الممتعة كهذا الفيديو. سأقشر الخيار. يا إلهي، تكون جميلة جدا وهي تعد طعام. يبدو أن هذا سيطول، يمكنني الإسراع أكثر. رائعة، أميرتي الجميلة. لقد ألهمتني لصنع تحفة فنية. حسنا، سأدور النسب. ماذا تفعل؟ هل رسمتني؟ سأتخذ وضعية للرسم مع حبة الخيار. كيف يبدو شعري؟ هل ترسم الجانب الجميل مني؟ ما رأيك بهذه الوضعية؟ مهلا اللحظة، أو لا، كسر سن القلم. يا إلهي، القلم، كيف ستنهي الرسمة؟ مهلا، سأتحقق من هاتفي، ربما هناك حل. حسنا، انظر، وجدت شيئا، قلم رصاص وأداة التقشير. انظر لهذا، يستخدمون أداة التقشير لبرد القلم. واو، قامت بعمل رائع، هذا مذهل. تعالي يا أداة التقشير، حان الوقت لتساعدني في الحالة الطارئة. سأفعل كما هو موضح في الفيديو، سأقشر القلم صعودا، ثم سأدور القلم لبريه بالتساوي. نجح، خذي أداة التقشير. لحظة واحدة وستكون اللوحة جاهزة. حسنا، انتهي. هل أنت مستعدة لرؤيتها؟ ترى. مهلا، حبة خيار. هل هذا ما كنت ترسمه طوال الوقت؟ حسنا، يا لها من خيبة أمل كبيرة. لا أعرف، أعتقد أنها تشبهها كثيرا. لقد سقط سني اللبني أخيرا. تعالي وخذيه يا جنية الأسنان. لا أطيق الانتظار حتى الصباح. لن أعتاد على ذلك أبدا. ما هذا؟ مقزز.
لا بأس. يا للهول، لابد أن أصلح ما أفسدته. العصاية السحرية ليست بأفضل حال مع الأسف. إنها تستيقظ. هل كسرتي طبقك المفضل؟ استعملي قلم طباعة ثلاثية الأبعاد لإصلاحه. سيستغرق هذا وقتاً لكن النتيجة تستحق. انتهينا من الحافة، والآن نمدد الخطوط واحداً تلو الآخر بهذه الطريقة، تقريباً في منتصف الطريق يا رفاق. ثم نكرر نفس الخطوة لكن في الاتجاه المعاكس. يجب أن يبدو هكذا. ألا يبدو جميلاً؟ لن تفتقد الطبق القديم. ها أنت ذا. أوه، كنت أنسى، إنه السبب الأساسي لوجودي هنا. أشم رائحة سن طازج مخبأً هنا. وجدته، وسأترك لك مكافأة جميلة. سعدت بالتعامل معك. لا، ليس مجدداً. صباح هادئ ليوم جديد، يجب أن أستعد. استيقظي، صباح الخير. يجب أن أنظف أسناني. ما زلت أشعر بنعاس. هذا يدغدغني. واو، أسناني صارت لامعة. يا إلهي، ربما لن تلاحظ. حسناً، ماذا بعد؟ مكياجي يبدو جيداً. قرطي يجب أن أضعه. أين القرط الآخر؟ لا تحدقي بي، لا أعلم. لم تشك بشيء. غريب جدا، ماذا سأفعل الآن؟ لدي فكرة. باستعمال قلم طباعة ثلاثية الأبعاد نرسم مثلثا. ارسم خطوطا متلاصقة سويا. عندما نصل إلى قاعدة المثلث نستعمل لونا مختلفا. نرسم شريحة بالطيخ. ارسم القشرة بدرجات مختلفة من الأخضر، ثم أضيف نقاطا سوداء لرسم البذور. وزعوها عشوائيا فوق البلاستيك الأحمر، وبعدها ثبت مشبك القرط على الجانب الآخر. يبدو جميلا وأنيقا. ارسم خطوطا صغيرة بقلم طباعة ثلاثية الأبعاد. كرر هذا في الاتجاه المعاكس لصنع شكل ورقة شجرة. تبدو رائعة. اقلبوها لتثبيت قطعة صغيرة من شفاط عصير شفاف، ونقصه بالمقص طوليا هكذا لتثبيت ورقة الشجر على أذنك. واو، يبدو جميلا بالفعل. أرغب في احتراف السباكة. كنت أعرف. أريد، دعيني أذهب. عليك استخدام النونية يا عزيزتي. حسناً. ها، ما كان ذلك؟ يا مربيتي، عودي للجلوس على المرحاض. هذا ليس عدلاً. مهلاً، ليس مجدداً. هل يمكنني مساعدتك؟ لا يمكننا أن نواصل فعل هذا. سأتركك لتفكرين، أراك لاحقاً. لابد من وجود شيء لفعله. أعلم ما سأفعل. مقزز، لن أكل هذا. أفضل اللعب بهذا. إيسي، انظري إلى ما لدي. هل أنت جائع يا سيد فلامينغو؟ تفضل. إنك تحب هذا. إنه يأكل حقاً. لكن عليه دخول المرحاض. مستحيل، علي رؤية هذا. هل سيتبرز حقاً؟ اتخذ وضعاً مرياحاً. هكذا تماماً، فلتنتهي مما تفعل. لابد من أنك كنت تحتاج إلى ذلك. هل ما زلت مستمراً؟ واو، إنه يتبرز. أريد التبرز أيضاً. أحسنتي. يمكنك الذهاب، سأكون بخير. لا أحد سوانا يا سيد فلامينغو. يا لها من فتاة ذكية. ماذا كانت تأكل؟ إلهي، لقد استغرق هذا الدرس وقتا طويلا. أنا بحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض. من يمكنه الإجابة على هذا؟ هناك متطوع، هذا ممتاز. ماذا؟ لا، أريد الذهاب إلى المرحاض. لماذا يحدث هذا لي؟ سأنهي هذا بسرعة. يعجبني حماسك. ليس لدي أي فكرة عما سأفعله. سأكتب أي شيء، ليس لدي الوقت لهذا. ما رأيك؟ عمل رائع يا باتي. ما مشكلتها؟ ابتعد عن طريقي، أفسح الطريق. مرحبا. عذرا باتي، لقد كنت في انتظارك. يجب أن تنتظر لبعض الوقت.
أنا جادة يا دافيد، أنت جميلة كالورد. هل هذا أفضل ما لديك؟ مهلاً، كتبت لك بعض الشعر. بالطبع فعلت، ساعدتني أمي في كتابة هذا. يجب أن أذهب، امنحيني دقيقة واحدة. جمالك يجب أن أسرع، لكن هناك 5 صفحات أخرى. جمالك إنها رائعة. وداعاً. لا يهم، إنها معجبة بي. أنا أحب التنظيف، هيا نرقص. بدأت أشعر بأن هذا متعمد. توقفي عن توجيه هذا الشيء نحوي، في الواقع إنها تزيد الرقص. يس، هزوع نظف. حسناً، يجب أن أقيس مدة هذا. حركاتها في الرقص يمكن التنبؤ بها. هيا هيا هيا. لقد أخطأت. هو أزال. سأرى الكوابيس بعد هذه الحادثة. وأخيراً، انظروا إلى هذا العرش. هل هذا مقلب؟ لا يمكن أن يحدث هذا. والآن ماذا سأفعل؟ لا أستطيع. ربما أستطيع. يستحق الأمر التجربة. هذا مقزز جداً. أنا بحاجة فقط إلى كيس قمامة، سأضعه في المرحاض. والآن يمكنني قضاء حاجاتي. هذا رائع. أجل، أشعر بالراحة. ماذا اللحظة؟ أنا في انتظارك. حسناً، هذا غريب. يا له من حمام رائع، لقد منحني الشعور بالاسترخاء. أوبس، لحسن الحظ أنني لوحدي في المنزل، وإلا سيكون موقفاً محرجاً. مرحباً، سيكون سراً بيننا. يجب أن أذهب. حان وقت الاستعداد. لا، ليس مجدداً. إنه ليس هناك. لم يرني أحد. لا أعتقد ذلك. مرحبا يا تينا. مرحبا. إذن هل نواصل اجتماعنا؟ هذا الاجتماع مسجل، أليس كذلك؟ لابد أن هناك شيء يمكنني فعله. سأبدأ بلف حافة المنشفة. والآن أنا بحاجة إلى إبرة وخيط. سأخيط الحافة بالكامل وأصنع درزة. سأوصل الخياطة حتى أصل إلى الطرف الآخر. والآن أنا بحاجة إلى رباط المطاطي ودبوس أمان. سأخيط الرباط بالدرزة الجديدة. سأدفعه حتى أصل إلى الجانب الآخر. سأحضر إبرتي وأخيط ثانية. لقد ثبت رباط المطاطي بالمنشفة، يجب أن يكون ثابتا. ثم سأقص الخيط الزائد. الآن سأقص نهاية رباط المطاطي والجزء الذي يحمل الدبوس. سأحتاج الآن إلى القليل من الغراء. سأضع مقدارا قليلا منه على نهاية المنشفة، ثم أثبت فوقه قطعة من لاصق الفيلكرو. سأجربها الآن، إنها ثابتة في مكانها. يمكنني حتى القفز للأعلى والأسفل. هذا أفضل بكثير. يمكنك إجباري. هيا يا عزيزي، عليك غسل يديك. لا أرغب في ذلك، سأخرج أنا وبطتي من هنا. عد إلى هنا. ليتك تطيرين يا بطتي. أنقذي نفسك يا بطتي. هاي قدمي، هناك مكعبات في كل مكان. لا أفعل شيئا سوى التنظيف. انتظر، خذ وعاء وأضف الصابون الملامي. لوّد الصابون وأضف صبغة طعام. نقطة صغيرة تكفي. اقلب الصابون واصبغه. تأكد من أنه ممزوج بالتساوي. حين تنتهي صب الصابون في قطعة مكعبات صغيرة. احذر كي لا تسكب شيئاً. املأ المكعبات حتى آخرها. وفعل نفس الشيء على الجانب الآخر، ثم اتركها لتجف. اقلب قطعة المكعبات وانزع الصابون. لدينا صابون جميل وملون. ما رأيك؟ مكعبات صابون؟ أعطني إياها. ها أنت ذا، العب بها جيدا. واو، توجد ألوان مختلفة. لنجرب الصفراء. هذا رائع. بروم بروم سبيت. لنرى، هل حزمت ما يكفي من الألعاب؟ لا يمكنني نسيان قبعته وكتابي أيضا، والمناديل المبللة تحسبا لاتساخه. لقد امتلأت بالفعل. هيا ادخلي، أعلم أنها ستلائمك. ما الذي يلعب به هناك؟ أمي، هذه لي. حسنا، دعني أخرج هذه اللعبة من الحاوية. وبعد أن أفرغتها يمكنني حشر بعض المناديل المبللة فيها. إنها حاوية صغيرة، لكن يمكنني طي المناديل المبللة إلى حجم صغير. ينبغي أن يكفي هذا. والآن ستأخذ مساحة أصغر كثيرا. أمي، انظري إلى ما يمكنني فعله. لدي وجه رقائق.
أجل، هذا ذكي جدا، لكن مهلا لحظة، دعني أحضر المناديل المبللة. هذه أحد أذكى الأشياء التي فعلتها منذ فترة. ها نحن ذا، جميل ونظيف مثل ما أحبه تماما. هي لها من ظهيرة جميلة. انظر يا عزيزي، بط. أمي، لقد جعلتني أسكب الصودا. حسنا، لا تقلق بشأن هذا، يمكنني إصلاح الأمر. ما زال معي المناديل المبللة. ها أنت ذا، لقد جففتها. التيشيرت جميل ونظيف مجددا. والآن لماذا لا تتناول هذه التفاحة بدلا من الصودا؟ بروم بيب بيب، انتبهوا، أنا قادم. نالت منك شاحنة الديناصور. عزيزي، ماذا تفعل هناك؟ عزيزي، عزيزي، أمك تسألك سؤالاً. يا إلهي، يداك مغطيتان بالتراب. من الجيد أن لدي هذه المناديل المبللة مجدداً. هيا، دعني أنظف يديك. ها نحن ذا، يداك نظيفتان مجدداً. مرحى، شكراً أمي، أحبك كثيراً. أفضل البدء بحل الواجب. قوس قزح، ها؟ هناك لون أحمر في قوس قزح، صحيح؟ التالي، اللون الأصفر، يبدو أنيقاً، لكن شكله غريب، سيكون هذا أفضل، لكن لماذا لا يزال مستقيماً؟ هيا، قوس! هذا مستحيل! هل كل شيء على ما يرام؟ كلا أبداً! حسناً، دعيني أساعدك. رسم قوس قزح صعب جداً يا مات. هل تود مساعدتي؟ أجل، انظري إلي فقط. ضعي قطعة شريط لاصق مع مواجهة الجزء اللاصق منها للأعلى، ثم ضعي فوقها أقلام التلوين مرتبة، وبعدها غلي فيها بالشريط اللاصق. هكذا سنحصل الآن على قوس قزح جميل. لسنا بحاجة سوى لتحريك الألوان على الورقة لمرة واحدة بشكل منحني وجميل. أترين؟ هذا مذهل. سأجرب، سأحصل على تقدير ممتاز لهذا الواجب. أراك لاحقا. هل أنت جائعة؟ كلوي، ماذا حدث هنا؟ لم يسبق أن رأيت عددا كبيرا كهذا من أقواس قزح، إنها في كل مكان. كلوي، أعجبتني هذه الحيلة كثيرا، هل تريد رسم المزيد معي؟ شوكولاتة، كيف عرفت بأني جائعة؟ تفضل. يا انهض يا صغيري. أهلا أمي، هل حل الصباح؟ يجب أن تنهض، هيا. أمي، هل أنت هنا؟ حان الوقت لتنظيف أسنانك. أنا أكره ذلك. لا أحد يحب رائحة الفم الكريهة في الصباح. لا أريد ذلك. كن مهذبا يا فتى، سوف تنظف أسنانك. لا، لن أفعل ذلك. هيا، خذ فرشاة الأسنان. حسنا، لكنني لست راض عن ذلك، هذا سيء. أريد رؤية أسنان النصعة البياض. أليكس، لا أسمع صوت الفرشاة. سأبدأ حالا يا أمي. أنا أراقبك. حسناً، لا يهم. لقد ذهبت، يستحيل أن أفعل هذا. لماذا تأخر أليكس؟ يجب أن أتفقده. أليكس، هل أنت بخير؟ ماذا حدث؟ الحمام بحالة يرثى لها، معجون الأسنان في كل مكان، لا أصدق ما أرى. ماذا فعلت؟ أعطني هذا الشيء. أنا غاضبة جداً. مهلاً، منحني هذا فكرة، أعتقد أنني عرفت ماذا سأفعل. يمكنني استخدام لعبة بابت هذه لأجعل أليكس ينظف أسنانه. أنا بحاجة أولا إلى معجون الأسنان، سأضع معجون الأسنان في كل فجوة، سأضع القليل منه، أعتقد أن هذا كاف، ثم أرش فوقه صودا الخبز، ستجعل صودا الخبز معجون الأسنان صلبا. حسنا يا أليكس، خذ هذا. أين معجون الأسنان؟ مهلاً، أعددت لك شيئاً مميزاً، انظر إلى هذا، هل تريد تجربتها؟ واو، إنها كالحلوى، تبدو شهية جداً. إنها بنكهة النعناع.
هذا رائع، أصبحت أسناني نظيفة جدا. أشعر بملل شديد، ليتني أستطيع فعل شيء ممتع. أعرف كيف سأجعل جابي سعيدة، هيا بنا. أهلا أبي، ماذا هناك؟ لدي لعبة ممتعة، عليك تخمين كلمة السر باستخدام هذين التلميحين. حسنا، إنهما مايكروسكوب وهاتف. مهلا، لقد وجدت الحل، إنه مايكروفون. واهو وي. أجل، أحسنت، ولدي واحد هنا. لقد فزت. لا 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 لا، لدي فكرة رائعة. ما رأيك أن نقيم حفلا؟ هيا بنا. هذا ممتع جدا. هبتي هبتي جو. لا، أين ذهب البريد الإلكتروني؟ لم أقصد إرسال تلك الصورة إلى مديري. أبي، هل تريد أن تلعب معي؟ يسعدني ذلك، لكن يجب أن أنهي عملي. هيا سنقضي وقتا ممتعا، خمن الكلمة. جابي، أنا منشغل. أرجوك يا أبي. حسنا، لكن فقط هذه المرة. أنت رائع، ما هذا برأيك؟ يشبه هذا زوجتي السابقة، لقد عرفت الإجابة، إنها السيارة الوحشية. هذا صحيح، وها هي جائزتك. يا إلهي، يا له من يوم رائع، انظري إليها، إنها جميلة جدا. هيا يا أبي، لنذهب للعب، لدي سيارة أيضا. روم روم، هذا أفضل من العمل. هل رأيت هذه حركة البهلوانية؟